الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. الملك والاهلي والكتابه كل ما يكتب عنه. اتفقنا واختلفنا مع المكتوب وليس مع الكاتب. تعاملنا مع الموضوع وليس مع الاشخاص. هو برنامج مضمونه وقائم على الدفاع عن حقوق النادي الاهلي. ولكنه ليس في ذات الوقت المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي. عايزين نحط بعض النقاط على الحروف، لان بعد المكالمه اللي تفضل بيها الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي في نهايه الحلقه الماضيه حصل نوع من الخلط الشديد، وناس كتير بتسالنا هو ايه الحكايه، ومتصورين دي مشكله، يعني مع انها كبد الحقيقه، الرجل اصاب كبد الحقيقه. المتحدث الرسمي عن النادي الاهلي والاستاذ شريف فؤاد. طب احنا مين؟ احنا برنامج معني بصالح النادي الاهلي. احنا اعلام يقاتل من اجل النادي الاهلي والدفاع عن حقوقه. لسنا تابعين لاشخاص، ولسنا متحاملين على احد، ولا مجاملين لاحد. ندعم القائمين على شان النادي الاهلي من منظور مصلحه الاهلي وواجب هذا البرنامج. بدليل البيت الابيض له متحدث، ولكن هناك اعلام قوي يساند وقد ينتقد في بعض الاحيان. رئاسه الجمهوريه لها متحدث رسمي، رئاسه الوزراء لها متحدث رسمي، البرلمان له متحدث رسمي، ويبقى الاعلام المقتنع والمساند يلعب دوره الوطني في المؤازره والمسانده. فاللي بيتقال هنا على مسؤوليتنا، هذه وجهة نظرنا ورؤيتنا للأحداث، ولكنها والحمد لله حتى الآن تتسق وتتطابق مع وجهة النظر الرسمية، فما فيش خلاف، ومحدش يسعى إلى أنه ينتهز الفرصة ويقول لك إزاي عدل يقبل وإزاي مش عارف مين يقول. لا، عدل يقبل، لأن هذه هي الحقيقة. والحقيقة لما اتقالت كده بالطريقة دي رفعت عن كاهلنا عبء كبير. الناس بقى آن الأوان تشوف إن إحنا لا نمثل أحد بشكل رسمي، ولكننا أعلام النادي الأهلي الذي يدافع عن حقوقه ويساند إدارته طالما كلنا نسير في اتجاه مصلحة الأهلي. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين في حلقة الاثنين من ملك وكتابة. بعد حوالي أكثر من 1000 ساعة هوا، النهاردة الحلقة 376 في عمر ملك وكتابة، تقريبا أكتر من 1000 ساعة لملك وكتابة مع حضراتكم. لكن يبدو أن الأمر يحتاج أن المهندس عدلي يفكر الناس كلها بهوية البرنامج، وبأول كلمة نطق بها ملك وكتابة التعريف بهوية ملك وكتابة. الملك هو النادي الأهلي، والكتابة كل ما يكتب عن النادي الأهلي. ومن ثم ملك وكتابة معني دايما وأبدا بالتعامل مع كل المنتج الإعلامي الخاص بالنادي الأهلي. لكن كمان فرصة وضع النقاط على الحروف كانت مسألة مهمة جدا في كل الاتجاهات، زي ما المهندس عدلي أشار، وزي ما اتفقنا مع حضراتكم من البداية، ملك وكتابة صوت جمهور النادي الأهلي، صوت جمهور النادي الأهلي الواعي، صوت جمهور النادي الأهلي الحريص على ناديه، صوت جمهور النادي الأهلي الباحث دوما عن الحقيقة، وصوت جمهور الأهلي اللي دايما وأبدا بيرد ويواجه ويجابه كل الأصوات المضادة وكل محاولات الإيقاع بالنادي الأهلي أو النيل منه. لكن علاقة ملك وكتابة بكل الأطراف المعنية دي المسألة اللي لازم توضح على نحو صريح وواضح شوية. ما يخص علاقة البرنامج بإدارة النادي، ملك وكتابة داعم وبقوة لمجلس إدارة النادي الأهلي من أول ما بدأ في عهد الكابتن حسن حمدي ومجلس إدارته، وكان البرنامج دايما وأبدا في صف مجلس الإدارة وفي مقدمة المدافعين عن ثوابت النادي الأهلي وقيم النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي. لكن كان لنا وجهات نظر دايما وأبدا كان فيها نوع من الاختلاف حتى مع ما يراه مجلس الإدارة. مجلس الإدارة بيرى رؤيته وفقا للأوضاع المطروحة قدامه.
مش معنى انه يبقى في برنامج في القناه له راي تاني ده معناه انه في برنامج ضد سياسه النادي او في خناقه. يا جماعه الجمله اللي المهندس عدلي اشار ليها انه المتحدث الرسمي هو الناطق الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي، هي دي الحقيقه اللي لازم أن تكون واضحه، واعتقد المفروض تكون ثابته عند كل الزملاء الاعلاميين بالذات، لانه البرنامج الحواري في اي قناه او اي برنامج في التوك شو اشبه بمساحه الراي اللي موجوده في اي جورنال، اللي من ثوابتها انه ليس بالضروره مقاله الراي اللي موجوده في الاهرام تعبر عن وجهه نظر الاهرام. مثلا انا بضرب مثل بواحده من كبريات الصحف اللي عبر عن سياسه الاهرام افتتاحيه الاهرام، ده اللي تحمل وجهه نظر الاهرام، لكن كل الصحف العالميه الافتتاحيه بتاعتها هي اللي بتعبر عن سياستها، بقيه المضمون يعبر عن رايه، يعبر عن صاحب هذا الراي. فبالتالي ملك وكتابه او اي برنامج لما بيناقش حاجه بلاش تحمله وزرها الى مجلس اداره النادي، لا خالص، هي تحمل وجهه نظر القائلين بيها والقائمين عليها اللي ليست بالضروره تتفق مع سياسه مجلس الاداره. لان في ناس اللي هيصطاد بقى في الكلام، هل اختلف راينا حتى هذه اللحظه مع وجهه نظر النادي الاهلي في اي قضيه؟ شوفوا انا بس بسالك سؤال محدد. لم يختلف خالص، عشان في ناس هتقول لك ايه، لا معنى كده ان انتوا كان لكم راي تاني. لا خالص خالص، بالعكس راينا مطابق تماما لراي مجلس الاداره. واللي اتقال بالكربونه بالظبط زي الـ ما اتقال. ليه؟ مش عشان احنا لا بنداهن ولا بنتملى، لان دي مصلحه النادي الاهلي واحنا مقتنعين بالمنطق ده بالظبط. فحتى الان لم يصدر اي تعارض بين وجهه نظر البرنامج والنادي الاهلي، ولكن اتفضل اتفضل. ولكن انا ليه بقول لكم وجهه النظر ان احنا مع بعض نحط النقط على الحروف، لربما تكون في حروف تاهت شويه في الصخب الاعلامي الكبير. احنا في البدايه من مجلس الكابتن حسن حمدي كان لينا وجهات نظر تطابقت بنسبه كبيره جدا وجاده مع وجهات نظر مجلس اداره النادي، مع مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب الوجهات النظر اللي صادره على البرنامج مطابقه تماما لوجهات نظر مجلس الاداره وداعمه ليها، مع مجلس إدارة المهندس محمود طاهر في فترته كانت لنا آراء مطابقة تماما لوجهات نظر مجلس الإدارة، حتى حدث الخلاف في شأن لائحة النظام الأساسي للنادي. أنا كان ليا خلافين يا أستاذ إبراهيم. عشان بس الحقيقة يعني. أيوه. وخلافنا هنا لم يكن مع المهندس محمود طاهر. خالص. ولكن ولا المجلس. أنا عندما عينت متحدثا أو إعلاميا مستشارا إعلاميا لمجلس الإدارة وشرفني المهندس محمود طاهر بهذا الامر، قبلت وانا متفق مع المهندس محمود طاهر ان وجهه نظر مجلس الاداره سيتحدث عنها مدير عام النادي كمتحدث رسمي عن مجلس الاداره. اما انا فرؤيتي الاعلاميه كانت اشمل شويه في ان انا القضايا التي يحتاجها النادي الاهلي كيف ندافع عنها وكيف نرسم لها استراتيجيه للدفاع عنها والاليات والافراد. وكان الاتفاق ان انا اقدر اغير في هذه الاليات وهؤلاء الافراد ان انا اعمل جيش من الاعلام الموالي للنادي الاهلي، لان كنت استشعر خطر ان يقتصر الاعلام في النادي الاهلي على الاعلام اصحاب الميول البيضاء فقط، ما كانش في غيره. فانا لما جيت عند ارض الواقع بسرعه ادركت ان لن يحدث هذا، فلم اقبل هذا. فلما اقبل طالما ان انا مش قابل هذا كان عندي من الجرأة والامانه والشجاعه ان انا اقول له اشكرك انا مش هقدر اتولى هذه المهمه بالطريقه دي لان مش هقدر اغير حاجه، فسلام عليكم. لا امثل عليه عيب ولا في نفس الوقت اخسر قناعاتي. دي اول حاجه. اذا قضيه اختراق الاهلي اعلاميا كانت واحده من القضايا المهمه. لا ده هي دي القضيه الرئيسيه اللي اختلفنا فيها، ورغم هذا فضلنا مساندين للمجلس في انشاءاته، في صفقاته، في سياسته الكروية لما تعدلت، في سياسته مع الألعاب لما تعدلت. صحيح. دعمناها تماما 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 إلى أن جاءت مشروع النظام أو اللائحة الخاصة بالنادي الأهلي، فطرحناها للحوار أنا أذكر الناس طرحناها للحوار المجتمعي وقلنا رأينا كطرح، لحد ما حصل تشبث إن لأ هنعمل مقرين انتخابيين وهنبدا بنادي مدينه نصر،
شعرت أنا وحضرتك والمخلصين أن هذا ضرب لرمزية المقر الأصلي للنادي الأهلي ووحدة النادي الأهلي، رفضنا هذا المبدأ. ثم الكارثة كانت في البند 10 و 11 لما استشعرنا أن احنا بنقصي الجمعية العمومية وشرطية أن يكون حصة النادي الأهلي في أي شركة خاصة بالاستثمار داخل النادي الأهلي دون الربع للجمعية في كرة القدم دون الربع للجمعية العمومية والحصول واشتراط أن يكون للأهلي الأغلبية. صحيح الأغلبية، يعني هو لما قال لك تعمل ملابس رياضية قال لك 60% وجمعية عمومية، لما جه في كرة القدم قال لك موافقة مجلس الإدارة فقط. فاستشعرنا بالخطورة. هنا بدأ الخلاف ان احنا نواجه، وكنا نواجه زي ما بيقولوا واحنا شايلين كفاننا، ما احناش عارفين البرنامج، ما كناش عارفين مين اللي هيجي رئيس نادي، لكن ما كانش في حساباتنا ان احنا غير نقول الصدق لصالح ضمائرنا لصالح النادي ويحافظ على النادي الاهلي. وخسرنا في هذه المواجهه ناس كنا بنحبهم ومتربين معاهم، انا كنت اتمنى ما اخسرهمش، وما كان اكثر واسهل ان احنا نسكت فنبقى حبايب الجميع، ولكن كنا هنخسر ضمائرنا. النهارده استاذ ابراهيم كابتن صالح سليم الذي اجله واعتبره مثلي الاعلى والذي الجا اليه حتى الان استرشد به وبفكره واحاوره بيني وبينه، يا كابتن صالح لو في الموقف ده تعمل ايه؟ رحمه الله عليه. ماذا لو كان كابتن صالح موجود الان؟ ماذا كان يحدث؟ واستلهم منه ما اقوله واستلهم منه ولا خجل، ولكني لم اكن رجل الكابتن صالح سليم، انا كنت رجل النادي الاهلي، ولكني اقتنع ومؤمن و و و و, و, و في, في احيان كثير. هل لم اختلف مع الكابتن صالح؟ اقول لك قصه صغيره. وانا عضو مجلس اداره في المجلس التكميلي بعد الكابتن عبد الصالح الوحش، كان معظم المجلس من الافراد الجداد، ما كانش فيه من القدام غير انا ورحمه الله عليه مبروك متولي. ده مجلس فبراير 92. ايوه. فالكابتن صالح بيقعد كده وانا كنت قاعد على يمينه رحمه الله عليه مبروك على شماله، وبعدين اعضاء المجلس الجدد. كنا بنناقش امر خاص بالنشاط الرياضي. انا ما ببقى داخل مذاكر قوي وعارف الكواليس وعارف، فما بيجي الطرح والاقي معلومات لم توضع امام مجلس الاداره يبقى هناخد قرار مش سليم. بالظبط. فبدات اناقش، فبدا الكابتن صالح يحاورني، بدات اتمسك بوجهه نظري، كابتن صالح اتشد شويه اتشد شويه، فحد بقى حب يعمل شاطر يعني ويكسب الكابتن صالح في لقطه حلوه على حسابي يعني. فراعمل له ازاي؟ مناكف عدلي ده، ها مناكف. كابتن صالح في ثانيه راح متضير له وبمنتهى الجديه والهدوء قال له: انا بحب المناكفين، ما بحبش الناس اللي توافقني على رايي. المناكف اللي انت بتقول عليه ده ساعه ما هناخد قرار ضد رايه اول واحد هيدافع عنه. والله ولذلك كان مشجعني ان انا اختلف معاه طبعا، انا وغيري طبعا كان مشجعني اقول له بصدق دي مش صح يا كابتن، خلي بالك يا كابتن. وكثيرا ما كان يتنازع عن رايه، مش عشاني، عشان ناس كتير كانت بتقول له هذا الكلام. فأدي العلاقة، لم أكن رجل كابتن صالح، ولكني ما زلت حتى الآن أشوفه مثلي الأعلى. ولو عادت الأيام الملهم، لو عادت الأيام أضحي بكل، كان ممكن نتعين في مؤسسة إعلامية كبرى، أنت تعلم هذا. أي. ولكن مساندتي للكابتن صالح وخلافي مع المجلس القائم أطاح بيه مرتين، مرة في الإعلانات ومرة في التحرير. بعد ما توعدت وكان القرار بيتكتب، لأن هناك من ذهب إلى صاحب القرار، صاحب القرار، وقال له ما تخسرش النادي الأهلي، ده عدلي على خلاف مع المجلس عشان كابتن صالح، ولكني لم أتردد لحظة خالص. طيب معنى كده أن أنا رجل الكابتن صالح؟ طب أنا نجحت 76 وكابتن صالح ما نجحش، وأبعدوني عن جميع اللجان وأبعدوني عن المكتب التنفيذي، إلى أن فوجئوا أن أنا راجل مش داخل أناكف، أنا راجل داخل أدف معاهم وشيل معاهم المسؤولية. بمجرد ما الكابتن عبد الصالح الوحش استقال عشان كان جاله عمل في ليبيا، هم اللي كمال بيحافظ والفريق مرتجي دخلوني مكانه. اتعامل مجلس إدارة مشترك 6 أفراد، 3 من الأهلي و3 من الزمالك، من فضل ربنا أنا كنت أحد الستة دول، 3 بتوع الأهلي. بإيه؟ طيب هل انا معنى كده
راحوا قالوا كابتن صالح شفت بقى بقى القضيه وراح اتحدف فين وفي حضن مين؟ جات الانتخابات. في ناس صدقت وبقت تحاربني على هذا الاساس. فوجئوا بيا تاني واقف مع الكابتن صالح ها وفي ندواته وانا اللي ماسك الميكروفون واواجه واواجه بالاخطاء، لاني قنعت هنا. لكن طول ما انا في النادي الاهلي انا ما عنديش خلاف مع القائم على الامر، انا اسانده. هذا هو موقفي واللي اتربيت عليه. النهارده نفس الشيء مع الكابتن حسن حمدي، لم اكن رجل للكابتن حسن حمدي، ولكن كنت اثق في ان حسن حمدي واخلاصه يستحق المسانده، لكن عمرنا ما كنا شخصيين. في عز ازمه الكابتن حسن حمدي لم نتعرض لهذا الامر ولم ندافع ولم اعتبرناه مساله شخصيه، هو اللي جدير ان هو وهو الحقيقه كان بيطلب ده وكان يعني. طب انا اقول لك قصه على الكابتن حسن برضه. احنا قلنا هنوضح. طبعا كابتن حسن والبرنامج بينطلق كانت القناه عملت بقى، فانا حبيت اعمل مجموعه من الخبطات القويه جدا. من ضمن ابتديت برحمه الله عليه عمار الشريعي، وبعدين جبت الدكتور عبد المنعم عماره، وبعدين قلت هجيب محمود الجوهري رحمه الله عليه. كابتن الجوهري كان خرج من النادي الاهلي وذهب الى منتخب مصر ثم نادي الزمالك، ها؟ وما دخلش بوابه النادي وما دخلش وفي ربع الناس ان عليه كروس. طب انا عايز اجيب. رحت رايح للكابتن حسن قلت له كابتن انا عايز اعمل حاجه، معرفش حضرتك هتعترض عليها ولا لا، بس يا ريت ما تعترضش عليها. قال لي، قلت له انا هستضيف الكابتن محمود الجوهري وهنتكلف في كل حاجه انا وهو. قال لي وانا بتقول لي الكلام ده ليه؟ انا عملت كده. قلت له لا، بس انا خفت ان انا بعد ما اتفق مع الراجل الاقي حد يقول لي ليه؟ قال لي وانا من امتى قلت لك ليه؟ ده شغلك. الله ده عليك. شغلك. شوف، مع انه الكابتن حسن كان يعني اللي كان متضايق بطل معركه 85، هو بطل المعركه دي وهو صاحب القرار فيها طبعا. ورغم هذا ده شغلك، انا من امتى قلت لك تعمل ايه؟ متشكرين يا كابتن. كانت اول درس اعمل ما يملي عليك ضميرك، واخد بالك؟ جينا في مجلس المهندس محمود طاهر بعديه، زي ما قلت لك كان هناك كثير من التحفظات، لكننا فضلنا نساند وننبه. وانا ما كنت انا نبهت مع المهندس محمود طاهر ومع لميس الحدود، هناك اختراق اعلامي للنادي الاهلي، خلي بالك منه. حصل. نبهت بيني وبينه، استقلت لهذا الاختراق الاعلامي. ثم جاءت اللائحه، فكانت النائحه فكلمنا فيها بمنتهى القوه، مش اعتراضا على شخصه. امتى الليله انفجرت؟ لما بقينا نتكلم نقول قيم ومبادئ، وابتدت الناس تعتبرها نوع من الفرصه للانقضاض على المفهوم ده والقضاء عليه. كانت لحظه الى ان فوجئت ان المهندس محمود بيقول يعني ايه قيم ومبادئ. هنا كان الكلام بالمواجهه المباشره. كانت لحظه. اذا هنا ما كانش فيه شخصانه بالظبط، ولكن كان في قضيه عندنا بالظبط. النهارده مجلس محمود الكابتن محمود الخطيب جاء ليعمل في ظروف صعبه، تحديات كتيره جدا واحلام كتيره جدا ووعود كتيره جدا وسعي جامد والمناخ بيختلف. اذا ندعم كل ونثمن ما يراه هذا المجلس انه صالحا انه يسير في عمله، ولكننا انا مش رجل الكابتن محمود الخطيب، لكن رجل النادي الاهلي، ولكني ادافع عن الكابتن محمود الخطيب ومجلسه بدمي. شوفوا، انا يمكن كتير لما بظلم المهندس عدلي ان انا ما بقدرش اتكلم كتير في حضوره، لكن لما يبقى في حد كان قاعد على كرسي عضويه مجلس اداره النادي الاهلي من اكتر من 40 سنه ماضي، فبالتالي ده عمق تاريخي وارتباط جذري بالنادي، لما يقول رايه يبقى رايه له وجهته له قيمته. لكن زي ما افاض بالشرح في كل التجارب السابقه، هي دي النقطة الأساسية على هذا الحرف، علاقة ملك وكتابة، زي ما هنشرح لحضراتكم علاقة ملك وكتابة بكل الأطراف المعنية، بس حتى مع الجمهور الطرف الأساسي في المعادلة مجلس إدارة النادي الأهلي. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب مجلس يستحق النادي الأهلي في شخوصه وشخصياته وقيمته
وأسمائهم وخبراتهم وتوجهاتهم مجلس بقيمة النادي الأهلي ويستحق النادي الأهلي ويحتاج إلى هذا الدعم المباشر والقوي والصريح، وبإذن الله تعالى يحقق طموحات عائلة الأهلي بحق. لكن كمان ملك وكتابة زي ما أنا قلت لكم في البداية هو له وجهة نظر، وجهة النظر ليست بالضرورة، ليست بالضرورة هتكون على مدار الفترة اللي جاية ربنا يدينا ويديكم طولة العمر ليها اتساق ومطابقة كاملة بما يراه مجلس الإدارة. في أي حاجة هنناقشها هنقول لكم دي وجهة نظرنا، وجهة نظرنا اللي ممكن تتطابق وممكن تختلف وممكن تتعدل وممكن تضاف إليها، لكن يبقى ده رأي زي ما قال الرأي في أي مطبوعة أو في أي قناة إعلامية. صاحبه هو يعبر عن فكرة صاحبه مش بالضرورة عن المنظومة أو المؤسسة أو الصحيفة أو القناة، فبالتالي هنكون داعمين وبكل قوة. إذا اختلفنا في الرأي هنختلف في الرأي فقط لصالح النادي الأهلي. الجمهور بيتلقى المسألة، احنا زي ما احنا متفقين من الأساس هدفنا المباشر والصحيح والصريح جمهور النادي الأهلي، وملك وكتابة منذ أن ظهر كصوت جمهور النادي الأهلي، ولما أخذ موقف لمصلحة النادي الأهلي من وجهة نظرنا في المجلس السابق كان من منطلق هذا التوجه، وأنا أعتقد كان لهذا التوجه من القناعة والاقتناع لدى عامة الجماهير والأعضاء اللي الناس استقبلته بشيء من الوعي وشيء من التقدير. ده من منطلق رقم واحد. رأي حد عنده هذه الخبرة وهذه القيمة وهذا الحرص الغير متناهي على النادي الأهلي وحقوقه وتاريخه وقيمته، فبالتالي لما بنتكلم على علاقة المهندس عادل القيعي بالنادي الأهلي ما اعتقدش مسألة يمكن أن يضاف إليها الكثير. باستمرار هتلاقونا في مساندة كل ما هو أهلاوي، في أشد الدعم والمساندة والمؤازرة لمجلس الإدارة. لكن إذا اختلفنا في الرأي أرجوكوا حملونا أوزارنا لينا إحنا فقط، ده علاقة ملك وكتابة بمجلس إدارة النادي اللي بأهلي بإذن الله تعالى يجد كل الدعم وكل المساندة من كل الأطراف، لأنه مجلس يليق بقيمة النادي الأهلي. ملك وكتابة مع الجمهور، أنت كان ليك رأي في صخب السوشيال ميديا وما يصار فيها. أنا بس عايز أقول كلمة أقفل بيها الحتة دي. عليت على نفسي قلتها 100 مرة أن أنا في النادي الأهلي دائما هبقى جزء من الحل، وعمري ما هبقى جزء من المشكلة. صحيح. لن أتسبب للنادي الأهلي في مشكلة. لن، ولو على حساب نفسي. يعني هو انا عضو مجلس اداره؟ طب ما كان ما يجي الناس تحب عندها خلافات مع كابتن صالح كان يهاجموا كابتن صالح ثم عادل القيعي، عندهم خلافات مع كابتن حسن حمدي والكابتن الخطيب يهاجموا الاثنين ومعاهم عادل القيعي. النهارده انا مش عضو مجلس اداره، حتى مش في جهه التنفيذي، انا رجل مستشار، يعني أقول رأي لو طلب مني، وإذا طلب مني يؤخذ برأيي أو لا يؤخذ به، فأنا لا أحرك في القرار إلا بقدر إسهامي بفكري من وجهة نظري تتعمل كده. أحيانا يستمع علي وكثيرا لا يستمع علي، لأن في اعتبارات أخرى لدى متخذ القرار. من أيام الكابتن حسن كان يقول لي قلت رأيك، أقول له يقول لي خلاص إحنا هنشوف كده، شوف كده، مع إن أنا كنت وقتها في دولاب العمل في الجهاز التنفيذي. النهارده انا كمان مستشار، فرايي غير ملزم لاحد. صحيح. ورغم هذا لم يحدث حتى هذه اللحظه اي خلاف في وجهه النظر فيما يراه مجلس الاداره بيني وبينهم. واحنا بنتكلم مثلا في صفقه، واحنا بنتكلم في سرعه اعلان موضوع، واحنا لا ممكن يبقى في وجهات نظر، ولكن بنلتزم بما يراه اصحاب اولي الراي. فده اللي حبيت بس اقوله، ساكون دائما، واعتقد قد توفقني الراي طبعا بالتستعير طبعا، انا بفسح لك حته جنبي طبعا طبعا، ان نكون جزء من الحل، عمرنا ما نبقى جزء من المشكله، ومش عايزين بقى عشان ما حدش يلتقط حاجه يقدر. بس انا قلتها ليه؟ لان حفله معموله امبارح وعبد القيعي ازاي يقبل كده؟ اهو يا عم بيقول لك القناه لا تمثلنا. ايوه يا سيدي، احنا مش احنا لا نمثل بشكل رسمي احد، يعني هو احنا عايزين ندعي، يعني عايزنا نطلع ندعي،
ان احنا اصحاب وجهه النظر الملزمه، لا مش هيحصل، احنا مش هنكون اصحاب راي. ورغم هذا لما بيتقال طب احنا امتى نبقى رسميين، هيجي لنا بيان من مجلس الاداره، هيجي لنا تصريح للكابتن الخطيب، هنقوله زي ما اتقال مش زي ما احنا شايفينه بالظبط، هنقوله مش من حقنا بقى ده نشوف او قرار لمجلس الاداره يعني، فاهم؟ ده مش حقنا. لكن لو جت اللائحه دلوقتي المشروع اللائحه النظام الاساسي النادي الاهلي، احنا اعترضنا على الماده 10 و11 خلاص هنناقش اللائحه الجديده على المقرين، لو لقينا اللائحه بتضم دول لا هنعترض نقول ده طبعًا مش صح طبعا والا مفيش اتساق مع ذاتنا صحيح، يعني نهاجمها قبل كده صحيح، ده فرضا، وهو ده يعني بقول لك لن يحدث، يعني لن يحدث لان الناس مش مقتنعه كان بالكلام ده صحيح، لكن اذا حصل وسكتنا لا احنا هنبقى غلطانين. لكن فيما يتعلق بين المجلس وحتى اللائحه، مشروع اللائحه الجديده هنناقشه بمنظور الحرص على النادي من وجهه نظرنا، ده طرح مجتمع طبعا، هنبقى احد الناس اللي تقول رايها اللي هو غير ملزم لكن لو استشعرنا ان في بند يشكل خطوره هنقاتل، هو ده. لكن في ان انا اصادر على المجلس وعلى حقه ده انه يرسم سياسه، لا ده مش دوري طبعا. ان انا اطلع اتكلم وكاني انا لسان حال المجلس، لا ما ده مش حقيقي صحيح. ده وانا لو اعطي لنفسي هذا الشرف في وقت ما قريب كنت انا المتحدث الرسمي، طلعت وقلت ايه انا ماليش راي، طول ما انا المتحدث الرسمي خلاص ماليش راي، الراي راي المجلس، كل كلمه هقولها بلا تعقيب الا توضيح راي المجلس. طب انا دلوقتي مش المتحدث الرسمي، لو عايز اقول رايي اقول رايي لو عايز طبعا. وحتى الان احنا شايفين ان كل الحاجة طالعة من المجلس الحمد لله تستحق الدعم وهندعمها، وزي ما جت وزي ما اتقالت وهو ده موقفنا وخلاص كده. شوف انت عايز تقول ايه بعد كده عشان نقفل الصفحة اللي الناس كانت ابتدت توقع بيننا كلنا، حتى بيننا وبين الجمهور. انت بتقول الجمهور كويس، احنا مع احنا والنادي الاهلي هنا، دي احنا والنادي الاهلي، اي مسؤول في النادي الاهلي عينه على الجمهور، لا يمكن يلغي من حساباته وهو بيشتغل مصلحة الجمهور. الجمهور عايز ايه؟ عايز فريق قوي بيكسب زاخر بالنجوم اللي بيحبها، وفي نفس الوقت في النادي الاهلي عايز تاريخ، عايز تقاليد، عايز مصادر للفخر والزهو، مش عايز شيء يعكر صف هذا التاريخ ولا يخدشه. كويس؟ احنا هنقول احنا في هذا جنوده المخلصين كويس، لكن كمان ان احنا نستقي سياساتنا مما يكتب على صفحات التواصل الاجتماعي اللي ما فيهاش اتفاق بالمناسبة صحيح. يعني انت لو جيت اقتنعت برأي من على السوشيال ميديا يختلف مع رأيك فتقول هتتبناه، هيهاجمك كل اللي مختلفين مع الرأي ده. طب سيبك من الرأي ده وروح للتاني، هتلاقي ناس مختلفة مع على السوشيال ميديا. اذا اللي هيشتغل كرد فعل لن يرضي احد ولن ينتج منتج سليم. يبقى انت بخبرتك وبحكمتك وبتقاليدك ومسؤوليتك اشتغل من دماغك، بس خلي بالك ان تحقق للجماهير احلامها وطموحاتها. هتيجي تقول ايه؟ انا مصلحة الجمهور دلوقتي ان اوصل اسكندرية بالطريق الصحراوي، انت حر. لو جمهور قالك ما سافرتش مزار علي قول له مالكش دعوه، انت عايز الساعه كام هاجي لك في الوقت ده من غير ما اعمل حادثه. يبقى انا مسؤول اروح له في الوقت ده في الصحراوي اللي انا اخترته من غير ما اعمل حادثه، لو ما رحتش في وقتي اقول له كان عندك حق يا ريتني مشيت من الزراعه. بس ده ما يخص علاقه البرنامج مع الجمهور، البرنامج صوت الجمهور، ونتمنى انه دايما وابدا نكون المعبر الامين عن نبض الجمهور، نتمنى. ونتمنى انه لما تلاقونا حدنا عن هذا الخط ان انتوا اللي تنبهونا. وده لا مكابره فيها على الاطلاق. عمر بن الخطاب الفاروق قال لك رحم الله امريا اهدى الي عيوبي. فاذا لقيتونا في اي وقت لم نعد الصوت المعبر عن نبض الجمهور بعمومه، لا بنقبل هذا التوجيه وبنقبل هذا لفت الانتباه. لكن الجمهور كما اعتدنا دايما وابدا عنده هذا الحرص على مصلحه النادي الاهلي، ودي مساله شديده الاهميه.
لانه احنا داخلين على موسم مهم جدا، موسم كروي. بقول لك جمهور ده حماه، قلت لي طب ما ده جمهور ده حماه بالظبط. طيب لما يكون الجمهور حماه، ولما يكون دايما وابدا الاهلي بيسند ظهره على جمهوره بجد دايما وابدا، وداخلين على موسم، تبقى المسائل كلها من المهم انه النقاط فيها يبان بشكل كويس. خليكم واثقين في انه هذه الاداره الامينه على النادي بتفعل كل ما في وسعها لاسعاد الجمهور. لكن حتى هذه الجماهير على مختلف قطاعاتها واعمارها وانتماءاتها وفئاتها وثقافتها، في سطح اعلامي مؤثر جدا زي السوشيال ميديا دلوقتي، الاراء مختلفه. وهنتكلم في جزئيه خاصه بالصفقات والاهلي عمل ايه ومحاسبه الصفقات بما تم وما لم يتم وما سيتم ان شاء الله مع المهندس عدلي في فقره مهمه الليله دي. لكن مش بس الصفقات، كل ما يحدث من قرارات وتوجهات خليكوا واثقين جدا ان هي على المدى القريب والمدى البعيد هي لمصلحه الاهلي جدا. ده علاقه البرنامج كمرآة عاكسه لتوجه الجمهور وكقناة متصلة، كقناة متصلة مع نبض الجمهور. خليها هموم الجمهور مع احسن من توجه الجمهور. همومه جماهير واحدة مش هيختلفوا فيها، طيب. لكن توجهات الجماهير مختلفة. فانت لو قعدت تحت تأثير توجهات الجماهير هتاخد من دي شوية دي من دي شوية العموم العملية لكن في المطلق ما يعني ما يريده الجمهور مش ما يقوله الجمهور. يعني هتسمعوا مننا باستمرار معلش، ما نأمل يعني ان هو يكون في ناس هيزعل يزعلوا مني بس، والنبي صدقوني يا اولادنا النقطه دي مهمه تفهموها جدا يا شباب. انتوا لقيتوا النادي الاهلي بطل ولقيتوه في مكانه رفيعه ولقيتوه بقيمه وتقديره مصدر فخر بدليل انكم شجعتوه. ما تغيروش التركيبه دي، ما تقولوش اعمل كذا وما تعملش كذا، بس تقولوا له عايزين كذا. يعني من حقكم تقولوا عايزين كذا، بس ما تقولوش اعمل كذا وما عملتش كذا ليه؟ والا هو ده السم في العسل، لان المنافس بتاعك عايز يربك المشهد فيقعد ايه؟ يزق لك اثنين ثلاثه ياخدوك في سكه اسمه ايه؟ الجديد ده عبد المقصود؟ عبد المقصود اللي عبد المقصود فجأه لو الاهلي ما جابش عبد المقصود يبقى في تقصير. ولا حد عارف مين عبد المقصود؟ ولا حد سأل هو النادي الاهلي ليه مش جايبه؟ ايه المقصود؟ ولا هيجيبه ولا مش هيجي؟ طيب هو هيضيف ولا مش هيضيف؟ تحول الى زي موضوع رامون المدرب دياز. فجأة بقى هو الحلم الذي اذا ضاع انهارت الامور. طب الاهلي وهو ماشي في المفاوضات لان لا التركيبه دي بالطريقه دي مش هي اللي احنا عايزينها، مش هينفع. فلما ما جاش طب ما رست على ايه؟ ما احنا جبنا واحد كويس اهو الناس مبسوطه منه والدنيا ماشيه زي الفل. بالظبط. اذا ده اللي انا بقوله، مش عايزين نعمل اصنام من العجوه. حلوه دي، حلوه دي. وبعدين ناكلها في الاخر. يعني فلان ما جاش وفلان جه، يعني تفتكروا كابتن الخطيب بكل خبراته، اولا كابتن الخطيب مش بس انه كان لعيب ملهم وفذ وعنده رؤيه وكابتن وحاجه مؤثره صحيح في جيله وايقونه، كان راجل كان عضو لجنه كوره يجي 8 سنين صحيح مع الكابتن حسن صحيح. يعني ايده في المطبخ قوي. أي. يعني شاف الدنيا وهي ماشيه صح وهي بتاخد نادي القرن، شاف الدنيا وهي يعني حضر كل الكواليس دي، مش هيعرف يناقش شؤون الكوره. لا كابتن عبد العزيز معاه وكابتن علاء عبد الصادق برضه، في ناس تقول لك اصل ده كان كذا وده كان كذا، لازم يرجعوك بقى ايه لجذورك وتاريخك ومواقفك ويوم ما كنت واقف في الشارع ومش عارف مين سلم عليك وما ردتش عليه، حاجات كده. تبص تلاقي نفسك في الاخر بهذه المعايير مش هتلاقي حد جنبك. لو فضلت تماسك الناس تحللها قوي كده مش هتعرف تختار حد. صحيح. فالاختيار في ناس لها تاريخ ولا خبرات. ولحد دلوقتي وقلنا ما احنا شفنا، هل الجهاز الناشئين حصل فيه تطوير وحصل فيه تغيير وحصل فيه دعم؟ هنشوف ده النهارده. مش بس باللعيبه، بالفكر نفسه، بالفكر وبالافراد الجداد هنشوف. طيب. بالتفصيل. اذا ما يخص ملك وكتابه مع الاداره، ما يخص ملك وكتابه مع الجمهور، اتمنى ان تكون الامور وضحت. لكن ماذا عن طرفين مهمين جدا؟ علاقه ملك وكتابه بالانديه المنافسه للنادي الاهلي
دي مسألة شديدة الأهمية، ثم علاقة ملك وكتابة ببقية البرامج الأخرى اللي صادرة عن قنوات تانية ودايما وأبدا متعرضة للشأن الأهلاوي. في الجزئية التانية أعتقد ثابت من ثوابت منهجنا اللي طلعنا مع حضراتكم فيه من 1000 حلقة أو من 1000 ساعة سابقة في 376 حلقة أو 375، كان دايما وأبدا خلافنا على المنطوق وليس الناطق، المكتوب وليس الكاتب، ما قيل وليس القائل. ودي مسألة تبعد بينا عن الشخصنة وتخلينا الزميل فلان الفلاني اللي النهاردة بننتقده بشدة وارد جدا انه الحلقة الجاية نشيد بيه. هنا كنا بننتقد ما قيل وهنا بنشيد ما قيل برضو، انما الشخص ليه كل الاحترام في الحالتين. ده فيما يخص البرامج الزميلة. اختلفنا مع ناس كتيرة وهنختلف مع ناس اكتر، بس ما حدش يعتقد انه ممكن يستدرجنا ان احنا نعمل له شو او نكون سبب لطرحه على سطح مهم زي قناة الاهلي وبرنامج ملك وكتابة دون ان يستحق. مش هننزل للمستوى ده على الاطلاق، هنحافظ على النقطة دي مهمة، قيمة الحوار مع الاعلام الجاد، الاعلام الجاد من البرامج اللي احنا شايفين ان ليها قدر من التأثير في الرأي العام. احنا لما بنناقش زميل في اللي قاله، ولما بنجيب فيديوهاته، ولما بنفكره باللي قاله قبل كده، ولما بنناقش ازدواجية المعايير، بننطلق من جزئية انه الناس دي ليها من التقدير والاحترام وفي اعتقادنا التأثير في الرأي العام اللي خلينا نناقش هذه المسألة خشية ان يتم التأثير على الرأي العام بمعلومات غلط، موقف مش صحيح ايضا من وجهة نظرنا، ولا تعكس لجماهيرنا بينهم، ولا تعكس ولا تؤكد ولا تبين اي خلاف لينا مع الزملاء. لكن مش هننزل للمستوى اللي احنا حاطين البرنامج فيه واللي حضراتكم وثقتوا فيه من هذا المستوى، مش هننزل ابدا. في اعلام غير جاد، في محاولات اخرى غير جاده، مش هتلاقونا منتبهين ولا ملتفتين ليها خالص مهما استدرجنا ومهما اعتقد البعض انه ممكن يجرجرنا. انا النهارده ما نقول كده على وش كده لما اناقش الاستاذ اسامه فيما يكتبه اسامه خليل، اسامه خليل فيما يكتبه عن النادي الاهلي، انا بناقش ايه؟ بناقش راجل انا عارف تقله وعارف قوته الاعلاميه وعارف ان هو راجل صنايعي وانا بحبه في دي وبحبه في حاجات تانية، لكن مختلف معاه تماما في علاقته بالنادي الاهلي. يعني احنا بنقول ايه؟ احنا علاقتنا بالنادي الاهلي بالكيان مش بالاشخاص. وصلت ان انا بقول لك انا عاشق الكابتن صالح سليم ولكني لست رجله. محدش هو مثلي الاعلى ولكني لست رجله. مش راجل حد. لكن خلافي معاه ايه بقى؟ هو العكس. هو لا يحب الكيان ولكنه رجل احد بيمثل هذا الكيان. فتجد كل كتاباته لحد النهارده دفاع عن الشخص وهجوم على الكيان. هجوم على الكيان في من يمثلوه. هو عمره ما طلع يا جمالك يا عظمتك يا اهلي، عمره ما قالها. انما يقول لك عدل القيعي، المنيسي، الاستاذ العمري فاروق، الكابتن محمود الخطيب، الكابتن حسن حمدي، ما بيقولش عمره حاجه ايجابيه ويقول ايه النادي الاهلي ادى النموذج وتعلمه منه. اتحدى. وانا قلت الاختبار اللي بيني وبينهم خمسه سته اللي هم دفع بيهم داخل النادي الاهلي والحقيقه نجحوا نجاح باهر في القضاء على ظاهره ما يسمى بالإعلام الأحمر. نجحوا 80% دلوقتي من الإعلام مش موجود، 80% إعلام مضاد. وأنا بقول ما أنت ممكن تبقى إعلام مش على هويتي لكن مش مضاد، فاهمني؟ يعني أنا إعلام أهلاوي بس مش مضاد للزمالك، بدليل أن عمرنا ما انتقدنا نادي الزمالك هنا، عمرنا ما ناقشنا حاجة إزاي يطلع رئيس النادي يقول كذا ولا كذا، عمرنا. رغم ان في حاجات ما نقدرش نفوتها وتخص النادي الاهلي، يعني برضه احنا دي النقطه الثالثه المهمه يا جماعه، اللي هو
علاقتنا احنا كبرنامج بالانديه المنافسه وعلى راسها نادي الزمالك باعتباره المنافس التاريخي للنادي الاهلي. احنا مش معنيين بشان نادي الزمالك على الاطلاق. كل ما يصدر له رجاله من نادي الزمالك هم حرين بيه او لا، لكن بيه. احنا معنيين بما يصدر من نادي الزمالك او من غيره يخص النادي الاهلي. يخص النادي الاهلي ليه؟ اه طب احنا عشان كده بقول لك احنا مش اعلام معادي لنادي الزمالك. حد يقفشنا ها واحنا بنحاول ننخور في قرارات مجلس الاداره ولا نلقح عليهم كلام. واخد بالك؟ ابدا. احنا مشغولين بنفسنا وانا مندهش. هو الاهلي ليه في جمله مفيده باستمرار هناك؟ يعني ما ينفعش ان طول النهار اصل الاهلي اصل الاهلي. يا سيدي انت عامل حاجات كويسه فعلا في ناديك. وانا حتى وانا بقول للاستاذ اسامه خليل طب ما تنشغل شويه بالايجابيات اللي بتحصل في نادي الزمالك وهي كثيره. انت مالك ومال الهجوم على الافراد في النادي الاهلي دفاعا عن شخص انت بتحبه؟ ورغم كده هنقول انت حر بس في توقيتها لما يجي انتخابات. انما الان دي عمليه تخريب. وانا اتحدث ليه عن الاستاذ اسامه؟ زي ما قلت لك لانه راجل عنده من الخبره عارف هو بيقول ايه وعايز دي توصل لايه. ولانهم اتفقوا مجموعه ها ينقوم الزمالك هنوقع الاهلي. فطبعا انك توقع اسهل من انك تقوم. فهو دي الخطه اللي ماشيين بيها بقالهم مده. ولذلك الذهولي اللي مش عارف والله افهمه لحد النهارده كيف دخلوا هذا الى دولاب العمل في النادي الاهلي ودخلوا الاوض عندنا واللابتوب بتاعنا ازاي تسللوا الى حياتنا؟ ازاي؟ يعني ايه الفكره؟ يعني الم يكن هناك من الشباب للاهلي ما يمكن احتضانه؟ يا سيدي ويبقوا ليهم ولاء شخصي كمان للي بيحتضنهم. ولذلك انا من هنا ما زلت اقول الصوره مخيفه الاعلاميه المستقبليه، الصوره الاعلاميه يا استاذ ابراهيم مخيفه. هيندثر من يتحدث باسم النادي الاهلي مستقبلا اذا لم يتنبه النادي الاهلي لاحتضان كوادر مشرفه تعرف يعني ايه تاريخ الاهلي وثوابته بدل ما تنجرف في همهمات السوشيال ميديا والجدليه الدائره اللي للاسف الشديد لما جمهور الاهلي بيتبناها بيستفاد منها في الهجوم على الاهلي. بعض جماهير الاهلي فيما تكتبه بيتخذ ركيزه ودليل للهجوم او منصات للقفز منها على مصالح النادي الاهلي. عايزين يا جماعه وانبه مره واثنين وثلاث اولي الامر يا جماعه الصوره والله صدقوني وفي القريب العاجل يعني الاربع سنين اللي فاتوا دول اثروا جامد جدا. شوف الشاشات اللي حواليك ها وعدد البرامج وقول لي اذا كان في 10 او 15% منها ها هتقول لي في 2 3 محايدين. في 2 3 قادرين يسيطروا على عواطفهم. قادرين يسيطروا على عواطفهم. عواطفهم اللي هي في الاصل. لا هي في الاصل لا طبعا مش زمان لا طبعا ما هم حتى في ناس منهم بتجاهر بهذا بس قادرين يسيطروا. لكن في ناس ما هو اللي, ما اللي, اللي, اللي الناس المنافس بتاعك اللي هو احنا بنركز على الزمالك فيه لانه هو الاقوى والاكثر وضوحا والمنافس خلينا انواع منهم زملكاوي بيحب النادي جدا ما عندوش اشكاليه مع النادي الاهلي غير في حته مين قال لك ان انت احسن مني ماشي حقك تشوف نفسك احسن واحد وفي منهم اللي مش ماشي في اطار المنافس لا في اطار الخصومه يبتدي يزعل منك بقى كمان ايه الاهلي ده مين الاهلي لغه مختلفه وفي منهم من يناصبك العداء جزء ممن يناصبك العداء كان في دولاب العمل والإعلام المحيط بمتخذ القرار وده لما نقوله لا في تجاوز ولا في تجاوز على الحقيقة لأنهم لحد النهاردة موجودين ولحد النهاردة طلعوا الشهر اللي فات لما لقوا أنه فرصة سانحة فلما يجي حد يقول لك فلان الفلاني ده راجل محترم قوي مؤدب قوي رغم يعني انه ما بيحبكش لكن الناس كلها بتشتمك وهم يعني ما بيشاركش. حلو بس لما يبقى ابنه بيشتمك وما بيقولوش عيب، ايه رايك في دي؟ ايه رايك في موقفه؟ لما يبقى
هو عارف ان اللي انت محتضنه ومتوليه وبتنميه ها هو منطلق في الانقضاض على رموز النادي الاهلي تحطيما وعلى قيم النادي الاهلي تشويها ويعني الغاء. وبعدين انت ما بتشتمش وما بتقولش عيب. صح. انا مستني كلمه عيب. انا مستني كلمه عيب وستوب. زي بالظبط كده يجي يقول لك فلان ده اصلا مش عارف ايه مش عارف ما بيستنكرش اي حاجه ضد البلد. ما يستنكرش الانفجارات ما يستنكرش لا استنكر. خلي الموقف يبقى ظاهره. يبقى انت في الحاله دي على راسنا. اذا لم تستنكر فانت موافق ولا ايه؟ صح. السكوت علامه الرضا. اتمنى ان الامور تكون وضحت بالنسبه للنقاط على الحروف دي كلها. وهنا ومن منظور اعلامي ومن منظور يعني انشاء ليا او انجاز ليا ان انا اتكلم بمفهوم مهني شويه، دي ثوابت برنامج جاد يلتزم بكل المعايير المهنيه الحقيقيه في كل اللي احنا قلناه. عشان كده خريطه ملك وكتابه باذن الله في التطوير الجديد لقناه الاهلي هتشوفوا المزيد من التفعيل لتوجهات البرنامج، هتشوفوا اضافات مهمه جدا تفعل هذه العلاقه مع كل هذه الاطر المختلفه، هتشوفوا حاجه جديده يستحقها جمهور الاهلي، وهتشوفوا اداء يليق ببرنامج ملك وكتابه بعد 376 حلقه. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف نشاط مهم جدا في كل الاتجاهات للكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه النهارده كان يوم حافل بالنشاط للكابتن محمود الخطيب والمجلس الاداره. يعني هتلاحظوا حضراتكم العمل في كل الاتجاهات، بس دايما وابدا النظر للمستقبل. ودي النقطه الامينه شويه. انا ممكن اشتغل على اللي معايا دلوقتي اللي ينجحني واللي يحسس الناس انه اديت قوي، لكن من الامانه والحرص على النادي العمل للمستقبل. دايما وابدا اللي عنده حرص على المكان عنده حرص على البناء للي بعده للمستقبل. فبالتالي كان اهتمام مجلس إدارة النادي بقطاع الناشئين، وكان فكر لجنة الكرة في انه ازاي تقدر تبني قطاع ناشئين قوي يعيد للأهلي قدرة الإنجاب الخصب جدا للفريق الأول وتقديم العناصر الموهوبة. لاحظتوا حضراتكم انه التشكيل بتاع مدرب قطاعات الناشئين كان على اعلى مستوى. عوده كتير من العناصر للمدربين، مش بس على مستوى الافراد، على مستوى الافكار. ما عادش حته دمج الاعمار بحيث نقلل العدد، لا، بقت في توسيع قاعده بشكل كويس، بقت كل سنه عمريه لها فرقه عشان تقدر تنتقي اكبر عدد من المواهب وترعى اكبر عدد من الناشئين. النهارده الكابتن محمود الخطيب استهل يومه بلقاء مهم جدا معاه الكابتن عبد العزيز عبد الشافي ومعاه الكابتن علاء عبد الصادق والكابتن حسام غالي اعضاء لجنه الكوره مع قطاع الناشئين. ده اللقاء للكابتن الخطيب مع اسره القطاع، كابتن فتحي مبروك، الكابتن هاني رمزي، والكابتن اكرامي ومدرب القطاع يا باشمهندس. يمكن هتلاحظوا حضراتكم فيهم ناس كتيره كانت نجوم ملء السمع والبصر في الملاعب كلاعبين، ودلوقتي بيساهموا بدور كبير في تربيه وخلق عناصر جديده من ناشئ المستقبل للنادي الاهلي. ده اللي انا عايز اقوله. الناس لازم تشوف هذه الفلسفه وهذا المجهود. هذه الفلسفه وهذا المجهود بيقول ايه؟ رهننا على المستقبل. في سياسه واضحه لمواجهة المجهول الذي ينتظر سوق الكرة المصرية. هتشوف طفرات صعبة جدا. فأنت من السنة اللي فاتت من قبل ما يحصل هذه الطفرة أنت متنبئ.
بدأت تشتغل في هذا القطاع. تطوير القطاع لازم يكون تطوير فلسفة أداء. فلسفة الأداء مرتبط بتغيير برضو الأفراد، لأنك أنت لو حطيت نفس المعطيات هتطلع بنفس النتائج. بالضبط. فأنت كان لازم جزء كبير تلجأ إلى نجوم تقيلة. لما تجيب ناس زي كابتن هاني رمزي وكابتن عادل عبد الرحمن، ما هو دي نجوم مديرين فنيين. صحيح. ونجوم عالية، نجوم مديرين فنيين ناجحين. واحد منهم كان مدير منتخب الأولمبي. ها؟ صحيح. التاني كان مدير فني مش واشتغل في الدوري ممتاز، التاني مدير فني حتى في السعودية الخليج. نجح بشكل هايل. فأنت جايب دول ليه؟ أنت جايب دول عشان تقول وروني بقى الكلام اللي كنتوا بتقولوه في الفضائيات. أيوه. وريني لعبة. كيف نتطور؟ أيوة. المفروض يحصل كذا، أنا هدي لك الإمكانيات تحقق هذا المفروض. ولكن من خلال رؤية عامة، مش كل واحد ونفسه وشأنه. الزيارة دي معناها كده، تعالوا نتفق على أسلوب العمل الجماعي والاستراتيجية اللي هنخضع ليها قطاع الناشئين. قطاع الناشئين يا أستاذ إبراهيم اللي بيقول لك ما جبناش أكتر من 7-8-9 صفقات مستقبلية. كلها وهي جاية كنا بنسأل، يعني اللجنة، كابتن علاء ميهوب، كابتن هشام حنفي، كابتن حمد أبو راضي، كابتن ناجي خليل، بيروحوا بياخدوا الأول الترشيحات وهما بيتابعوا، وبعدين كل واحد فيهم بيتابع لوحده. يعني أنت عايز تتابع عادل القيعي، إبراهيم منيسي، حمد أبو راضي يشوفك مرة، كابتن علاء يشوفك مرة، لحد ما ياخدوا التقرير اللي تتوافق عليه الآراء، بيروحوا رافعينه لمدرب المرحلة المسؤولة عنه. الراجل ده خده عندك وشوفه على الطبيعة، واجمع بياناتك انت على الطبيعة. طب اقتنع بيه، بقى هنا في لجنة فنية اقتنعت وتابعت، ولجنة تقييم، ومدرب مقتنع، يروح كاتبين مذكرة يمضوا عليهم الاثنين، تروح للمدير الرياضي يناقشهم فيها، ويروح داعمها وداخلة للجنة الكورة. طب لجنة الكورة يلا يا تعاقدات اتعاقدوا. كلها من منظور الصفقة دي هتوصل للدرجة الأولى وفرصها ايه. مش بالضرورة انك تجيب 10 وصلوا ل10، لان برضو في تنافسية. ما انت باستمرار لازم تفهم الناس برضو اللي بتسأل على الصفقات، ما هو اي صفقة بتيجي لازم تزيح حد. بالظبط. طب انت فريق بطل، هتزيح كل سنة 10 ازاي وتفضل بطل؟ مش هينفع. انما هينفع انك انت 2-3 يبطلوا، 1-2 يحترفوا، تدفع بناشئين، جيل الناشئين اللي كان عندك يبقى جيل وسط. بالظبط. يبقى الخبرة مع الوسط مع الناشئين. هجيلك بفكر الصفقات وايه اللي تم فيها، لكن ماذا جرى في لقاء كابتن محمود الخطيب مع المدربين؟ ايه اللي قاله رئيس النادي الاهلي للمدربين صانعي نجوم المستقبل؟ نشوف كابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للنادي وعضو لجنة الكرة، وهو يتحدث في هذا التقرير عن زيارة الكابتن الخطيب ولجنة الكرة لمدربي قطاع الناشئين. التقليد عمله الكابتن محمود ان هو يعمل اجتماع مع كل الأنشطة الرياضية مش كرة القدم بس. فبالنسبة لكرة القدم احنا اجتمعنا بكل المسؤولين عن قطاع الناشئين، يعني كابتن فتحي مبروك وكل المساعدين بتوعه وكل العاملين في القطاع، يعني سواء إداريين أو فنيين أو جهاز طبي إلى آخره. يعني الغرض منها هو برضو توصيل رسالة معينة احنا تعودنا عليها طول عمرنا في النادي الأهلي، بتمثل مسؤولية بالنسبة لنا، وشكل المسؤولية ونوع المسؤولية اللي هي ازاي نحافظ على هذا الكيان، ازاي نحافظ على المعدلات بتاعة البطولة بتاعته، على المعدلات الأبطال اللي بيطلعوا منه في كرة القدم، على الأصول اللي احنا بنرتكز عليها في عملية أداء هذه الرسالة. فهو نوع من أنواع التأكيد على كل هذه المعاني، ويعني الحمد لله قدرنا ان احنا قدر المستطاع ان نوصل هذا، ونتمنى ان شاء الله ان هي يعني تبقى فيها استمرار
لقيمة قطاع الناشئين اللي هو بيمثل النهاردة ليس فقط للنادي الأهلي ولكن أيضا يعني بشكل عام لمصر كلها. البطولة مطلوبة، بس اللي أهم من البطولة بالنسبة لقطاع الناشئين إزاي يتعلم يكسب البطولة، علشان هو الهدف الأكبر إن إحنا إزاي تطلع لعيب كرة يصلح إن هو يمثل فريق النادي الأهلي بكل طموحاته، ويمثل كمان منتخب بلده بكل طموحاته. فده الأساس. وعشان كده أنا يمكن ما اتكلمت في بداية حديثي قلت رسالة يعني بتحمل قيم معينة، قيم إزاي تحقق طموح، إزاي إنك أنت تحققها بالإخلاص، بالانتماء، بالحب، بإنك أنت إزاي تضحي، إنك تتحمل، أمور كثيرة جدا كلها بتحمل قيم. فإحنا عايزين نوصل للولد الصغير كل هذا عن طريق كل مسؤول موجود، ابتداء من العامل بتاع غرفة الملابس ومرورا بكل المسؤولين وانتهاء حتى برئيس النادي. فدي احنا عملناها لان برضو يعني احنا بنحاول ان يبقى في تواصل، وتواصل صحي، بمعنى ان كل انك انت بتدي الصلاحية بتاعة الاداء لكل مسؤول مهما صغر او كبر المسؤولية بتاعته، ان هو يبقى عنده الحرية اللي يطلقها، ولكن في اطار المسؤولية اللي هي بتمثل رسالة. شوفوا اللي قاله كابتن زيزو على فلسفة لجنة الكرة في التعامل مع القطاع، وازاي التركيز مش بس على الفوز بالبطولة. كل مدرب لكل فرقة من فرق الناشئين مطلوب ان هو ينافس ومطلوب ان هو ياخد البطولة، بس بجانب البطولة العناصر اللي اتحقق له هذه البطولة تكون عناصر على درجة عالية من الكفاءة، ما يؤهلها ان شاء الله للانتقال للفريق الاول، مش بس في النادي الاهلي، في منتخب مصر، وتفعيل هذا الدور للنادي الاهلي. ده الفكر اللي شغالة به اللجنة، وده الفكر اللي بيدعمه كابتن ردادة مدربي قطاع الناشئين. وهتشوفوا عدد كبير حتى من مدربي قطاع الناشئين من ولاد الاهلي الاصليين اللي بعد تجارب عمل طويله رجعوا، وكان النهر الى النبع يعود حتما. هتلاقوا الكابتن هاني رمزي يبص ولف لفه طويله جدا في اوروبا وفي الخارج، وهتلاقوا اينو، وهتلاقوا احمد فوزي، وهتلاقوا حسين شكري، وهتلاقوا عادل عبد الرحمن، وهتلاقوا عدد اسامه قمصان ومصطفى كمال. بصوا كل اللي اشتغل، اعتقد شريف عبد الفضيل برضه، وشريف كل اللي عايز اتاكد منها لان كنت سامع ان هو برضه هيكون موجود. المهم كل دول يعني بصوا بعد كل هذه اللفه الطويله الاحترافيه ليهم يرجعوا الى البيت الكبير عشان يساهموا بجهدهم بخبراتهم بحبهم بانتمائهم في ان هم يقدموا حاجه للكره الاهلاويه والكره المصريه عامه. اعتقد ده فكر يحتاج الى المزيد من الدعم والمسانده في تجربه ان شاء الله على نهايه الموسم نحاول نناقشها. ما تنساش ان كابتن خالد بيبو ماسك دلوقتي الاكاديميات، ومعاه برضه ومعاه ناس كويسه، وامير عبد الحميد مدير اكاديميه الاهلي في الشيخ زايد. طيب يعني بكلمك على ازاي انت بتحتضن الشرايين عماله ازاي تواصل حتى الاطراف، وده فكر كويس من الكابتن الخطيب ومن اللجنه. ازاي طيب ترجع تحتضن كل هؤلاء من ابناء النادي؟ هذا الحرص من الكابتن الخطيب على الاطمئنان على يعني مسيره قطاع الناشئين وفق الفلسفه هو عايز يعمقها. ايوه لا يقتصر الامر على كرة القدم. هو عمل نفس الاجتماع النهاردة مع النشاط الرياضي النهاردة مع مين؟ مع رؤوف عبد القادر. اطمئن مع هو ده؟ طيب اهو جه كويس برافو يا شوارب. ده الكابتن الخطيب مع كابتن رؤوف مع مدربي ومديري الالعاب المختلفة. الالعاب المختلفه في النادي، عشان يعرف احتياجاتهم، يعرف هم فلسفتهم، يعرف الايجابيات اللي عندهم والسلبيات، يدعم ازاي. ويعني احنا شفنا مثلا الدعم بلاعب كره سله امريكي مصنف. ايوه اذا ما فيش بخل في الصرف. يعني لا بالعكس، الكره الطائره دعمت نفسها كويس جدا، والسله السنه دي دعمت نفسها كويس جدا. الهاندبول الناس كتيره بتسالنا على اليد. اليد اعتقد انها برضو هتمشي في هذا الطريق، وان كان لازم نراجع شويه اتحاد كره اليد، لان
كل ما الناس يجي تتحرك في إطار يبصوا لقوا إيه. يعني عايزين نتأكد الأول من هذا الكلام، لأن اتحاد كرة اليد يجب أن يقف على مسافة واحدة من كل الأندية، وإن اللوائح تبقى معمولة لكل الأندية. أرجو أن يكون هذا اللي ماسك القطاع راجل أحبه واحترمه، كان معايا كلاعب وأنا كنت مدير فريق قومي، الكابتن هشام نصر. مش عايزين نخش في حاجات تتفسر مش صح. فأرجو أن احنا لأن كرة اليد إذا شاف التنافس أيضا ده لمصلحة المنتخب. يعني مصلحة المنتخب إن ما يبقاش فيه فريق أوحد. برضه الناس تتنافس. بس إذا كان في فريق هيظل يطور نفسه يبقى بدراعه بقى. أيوه. هنراجع ملف كرة اليد الحلقة الجاية إن شاء الله، لكن قطاع النشاط الرياضي بقيادة الكابتن رؤوف عبد القادر عرضوا أفكارهم وآرائهم واحتياجاتهم مع كابتن الخطيب، وتحدث رئيس النادي معاهم عن وجهة نظره فيما يخص مكانة الفرق الرياضية في النادي الأهلي والموسم الجديد اللي محتاجه. الأهلي في كل الألعاب لا يبغي إلا الصدارة ولا يرضى إلا بالتفوق، ولما يكون النهاردة التفوق يصل إلى مصاف الفوز ببطولة العالم فإحنا بنتكلم على ثمرة كبيرة جدا لواحد من أبناء النادي الأهلي. مصطفى عسل لاعب الإسكواش في النادي الأهلي فاز ببطولة العالم تحت 19 سنة، البطولة اللي حققها على حساب منافسه ومواطنه المصري مروان طارق لاعب مروان طارق لاعب وادي دجلة. عسل لاعب الأهلي فاز 3-0 11-7 و11-4 و11-4، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي حرص على التوجيه بالتهنئة إلى البطل الشاب، ونقل له تهنئة الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة والكابتن ناصر زهران رئيس قطاع الإسكواش بالنادي والمدير الفني للعبة، قال إنه فوز مصطفى عسل ببطولة العالم للشباب يعد إنجازا كبيرا، خاصة أن البطولة يشارك فيها لاعبون مميزون من 28 دولة. البطولة أقيمت في الهند من 18 وحتى 30 يعني يوليو الجاري، يعني هتخلص 30. واحنا بخينا مش حلو ليه؟ اشمعنى السكواش دي مش مدرجة؟ يعني الريشة الطايرة مدرجة في الألعاب الأولمبية؟ هنستنى لما الأجيال دي تبطل ويبتدوا يدرجوها بقى ما يبقالناش أبطال. بس بإذن الله خلي بالك مصطفى عسل احنا هنا أول ما تنبأ له من خلال البرنامج وجبنا كابتن ناصر زهران ايوه في أول بطولة كسبها صحيح، وقال لنا ده هيبقى بطل عالم. ومن ساعتها ما فيش بطولة دخلها ما كسبهاش. نتمنى لهذا البطل الجميل الرائع الصاعد كل التوفيق، يبقى بطل عالم للرجال قريبا بإذن الله. ده دور النادي الأهلي، يعني القطاع بهذا الشكل بيقدم لمصر بطل عالم. إن شاء الله تسير كل الألعاب الرياضية على نفس المستوى. أبو السباح اللي في بطولة برلين عمل 3 أرقام قياسية صحيح. لا واحمد محمود خالد. سامي ولا محمد سامي واحمد خالد وخلف خلف برضو كان قبليه. لا ده لسه اول امبارح في بطوله سباحه في المانيا. يا ريت رؤوف كده يخش لنا يترجم لنا اخر، يجيب لنا كده ملخص للبطولات اللي احرزها ابطال الاهلي خلال الاسبوعين الماضيين دول على مستوى مصر والعالم. ايضا في اخبار النشاط قبل ما ننتقل منها، كابتن اسلام علي المدرب العام لكرة السلة في النادي عبر عن سعادته بالتعاقد مع اللاعب الأمريكي كوينتون دوجيت، وقال أنه كوينتون لاعب يعد صفقة قوية للأهلي مدعم للفريق بشكل جيد. الجهاز الفني تعاقد معاه بعد دراسة العديد من السير الذاتية لبعض اللاعبة اللي كانت مرشحة وفقا لعدة معايير تخدم أهداف الفريق. يمكن دي بعض اللقطات من تدريبات فريق كرة السلة. وقال إسلام علي إنه الأهلي بيستعد بقوة للموسم الجديد بعد هذا الدعم المعنوي أو النوعي المميز. ده فيما يخص كرة السلة واستعدادها. أيضا جديد رجع للنادي الأهلي وفي كذا صفقة الحقيقة مميزة جدا جم، أعتقد إن السلة ممكن تكون شكلها أحسن السنة دي، ماشي على الطريق الصح. في كرة اليد أيضا أحمد عبد الرحمن نجم الأهلي قال إنه هو وزمايله عازمين على خوض موسم قوي جدا، وأدى كل هذه التحديات اللي بتواجه الفريق
وقال انه الاهلي عنده هدف المنافسه على كل البطولات السنه الجايه، خاصه ان الفريق هيشارك في 3 بطولات، البطوله الافريقيه للانديه ابطال الدوري وبطوله كاس الكؤوس وكاس السوبر الافريقي الى جانب المنافسات المحليه. قال كمان احمد عبد الرحمن ان اللعيبه كل زمايله عندهم هذا الحماس بهذا الحرص على اسعاد جماهير الاهلي في الموسم الجديد ان شاء الله. دعم للقطاع النشاط الرياضي في كل هذه المسانده والمساعده يا باشمهندس. نتمنى نشوف موسم افضل، ولو ان الموسم اللي فات كان كويس. يعني الموسم اللي فات يعني درجه نجاح تقترب من 75-80%. كان كويس، بس احنا عايزين ما بنشبعش، عايزين افضل باذن الله. خاصة في المشاركات الخارجية. طيب الكابتن الخطيب ده يوم بقى يعني حافل وزاخر باللقاءات المهمة. بدأ بقطاع الناشئين ثم النشاط الرياضي ثم الحدث المهم جدا فريق الكورة قبل سفره بكرة إن شاء الله إلى بتسوانا. الأهلي بكرة مسافر إلى بتسوانا عشان يلعب المباراة المهمة مع تاون شيب يوم السبت اللي جاي ان شاء الله. دي المباراه اللي هي في الجوله الرابعه للمجموعه الاولى في دور ال 16 لدور الابطال الافريقي. الاهلي يحتاج وفقط للفوز ان شاء الله. هنناقش ده ازاي؟ هنناقش ظروفها ازاي؟ لكن عايز اقول لك يا باشمهندس كابتن الخطيب حضر التمرين النهارده في مختار التيتش وحرص على مصافحه اللعيبه، اتكلم معاهم على اهميه هذه المباراه، على أهمية التركيز في الفوز بيها، وحرص على الشد من أزرهم وتحفيزهم قبل هذه المباراة، واتكلم مع الكابتن محمد يوسف على ظروف الفريق واحتياجاته. الموسم القادم صعب جدا. التحديات قوية جدا، حتى على المستوى الإفريقي يدخل الأهلي من بعيد. عايزين الماتش القادم هيقربنا كتير لو ربنا وفقنا فيه. لا قدر الله هيبقى مشكلة. لكن في كل الاحوال الاهلي يعول على شخصيه لعيبته. ايوه. وعلى قدرتهم على ازاي هم اللي يبقى المبادره من عندهم في التالف واللعب الجماعي، وان الهدف يسبق اهدافهم، وده اللي الكابتن الخطيب كان رايح يطمئن عليه. مؤكد الكابتن الخطيب كان رايح يطمن على ان الموضوع ده ماشي معاهم كده. زي ايام ما كان هو بيعمل مع اللعيبه الكبير، تبص تلاقيه هو كابتن زيزو وكابتن مصطفى يونس وكابتن طاهر الشيخ ومش عارف مين يلموا بعض ويروحوا يباتوا عنده في البيت، والكابتن اكرامي انا فاكر لان احنا كان عنده بيت كده في العجوزه عند كوبري، فكان يروحوا يباتوا عنده 3-4 ايام يتكلموا مع بعض ويعيشوا مع بعض معسكر خاص مع بعض، بيعيشوا فكرة المعسكر. وحتى الاجيال القريبه جدا كانت بتعمل كده. فاذا مسؤوليه الكبار انهم يعودوا الشباب الوسط والشباب الصاعد ان هو ده الاهلي. كابتن خطيب لما راح يصافحهم باليد فرد عشان يقول لهم انا ثقتي فيكم واحد كامله، ورونا انتوا ايه بقى هتعملوا ايه للنادي الاهلي. هنيجي بالتفصيل على لقاء الاهلي وتاون شيب وزياره الكابتن الخطيب لفريق الكوره وكل ما يخص هذه المباراه المهمه، لكن ما نقدرش ناخر طلب للمهندس عدلي. قال لفريق الاعداد شوفوا لي الكابتن رؤوف عبد القادر، جابوا الكابتن رؤوف عبد القادر. ماشي. كابتن رؤوف مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. ازاي حضرتك؟ يا ابو كباتن. الحمد لله. تحياتي وتحيات المهندس عدلي. يا اهلا استاذ ابراهيم والمهندس عدلي، يا اهلا بيكوا يا رب. قول لي مبروك فوز مصطفى عسل ببطولة الاسكواش، بطولة العالم. الحقيقة طبعا احنا كلنا كنا مترقبين المباراة، ويمكن شوطه كانت على احدى المواقع، كان اول باول يعني كنا نقطة بنقطة معاه. وعايز اقول ان يمكن عند نهاية الاجتماع مع كابتن الخطيب عرفنا الخبر، وفعلا لان يعني فرحة جميع أعضاء وجماهير النادي الأهلي للبعثة هناك، وكلمنا كابتن ناصر زهران المدير الفني للسكواش،
وكلمت انا مصطفى قبل المباراه بحوالي نص ساعه، وبعد المباراه ايضا يعني باركنا له وقلت له تحيات وورقه مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس المجلس كابتن محمود الخطيب. فبقول الف مبروك مصطفى عسل. ايضا النهارده في انجازين في السباحه، في السباحه ساندي سباحه النادي الاهلي ساندي ايمن خدت ذهبيه 800 متر في دوره الالعاب الافريقيه للجزائر. تمام، في الجزائر. وايضا سبحنا احمد راتب برضو احرز ميداليه في سباق 100 متر فراشه برضو ضمن منافسات السباحه في دوره الالعاب. ميداليه فضه ولا برونز يا كابتن؟ ذهب. ذهب. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. كان عندنا ذهب يعني في السكواش، ذهب في السباحه لساندي، وذهب في احمد راتب كمان. بالظبط، وده غير اللي هو يعني السباح ميشو اللي اشار ليه الكابتن عدلي المانيا. حطم يعني ثلاث ارقام مصريه وافريقيه من ثلاث ايام. فدي انجازات كلها الحمد لله يعني تحسب لابطال النادي الاهلي في كل الالعاب يعني، فبنبارك لهم كلهم من خلال. وقبل كده بشويه كان عندنا برضو انجازات على مستوى البحر الابيض من خلال لاعبتنا برضو. يعني انا شايف يا كابتن رؤوف انك ابو العريس دلوقتي الشهر ده يعني. والله الحمد لله، تملي يعني النادي الاهلي الحمد لله يعني بيساهم بقدر كبير بلعبته في جميع المنتخبات القوميه في جميع الالعاب، ويمكن ده الهدف الرئيسي. صحيح، يعني الهدف الرياضي الاساسي لقلعه النادي الاهلي، القلعه الوطنيه بتاعتنا، ان الهدف الاساسي هو يعني عمل ابطال يمثلوا مصر في المنتخبات القوميه ويرفعوا رايه مصر من خلال المحافل الدوليه. فالحمد لله زي ما حضرتك قلت في الشهر الاخير على صعيد الالعاب الفرديه النادي الاهلي الحمد لله ابطاله ساهموا في احداث بعض النتائج الطيبه اللي بتعود اولا واخيرا لبلدنا مصر. طيب لما يبقى عندي، لانه الحقيقه انجازات الشباب في الدوره الافريقيه في الجزائر ليها دلاله مهمه جدا، لما يبقى عندي ساندي وعندي احمد راتب وقبلهم ميشو، هل في تفكير ان يبقى في اهتمام نوعي خاص بهذه المجموعه المتميزه يا كابتن في الفتره اللي جايه؟ هو الحقيقي في يعني تركيز على يعني نعتبر شبه يعني اعداد البطل الاولمبي. بالظبط، نشوف مين اللعيبه المميزين في الالعاب الفرديه. وسواء هم موجودين عندنا الحمد لله يعني بنوفر لهم الاحتكاك الخارجي، يعني مش عايز اقول ان السباحين اللي كنا بنتكلم عليهم في بطولات المانيا، النادي الاهلي هو اللي حرص على سفر اللاعبين دول بره علشان يحتكوا علشان يحققوا هذه الارقام. فالنادي الاهلي يعني ما بيدخلش في الصرف على اي بطل من ابطاله. يعني عايز اقول لحضرتك ان مصطفى عسل مثلا على سبيل المثال، البرنامج الاعداد بتاعه اللي اتقدم من جهاز السكواش تم الوافق عليه من مجلس اداره النادي الاهلي، ويعني بيضمن له الاحتكاك القوي، لان احنا بنتكلم النهارده على بطل عالم. بنتكلم على بطل عالم بنعده النهارده، هو بطل عالم تحت 19 سنه بس باذن الله يعني بنعده عشان يكون بطل العالم في العموم. فبالتالي يعني ده يتطلب المشاركه ما يقلش عن حوالي 13 او 14 بطوله عالميه في السنه، مع توفير التدريبات المناسبه. طبعا احنا عندنا صرح كبير اللي هو مجمع السكواش الموجود في النادي الاهلي، في 8 ملاعب على مستوى عالي جدا. انا اظن انه 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 ساهم في تطوير مستوى اللعبه الملاعب الجديده دي. اكيد مش كده وبس، وحرصنا في التشكيل الجديد بتاع الجهاز السكواش ان احنا زودنا عدد المدربين، مش زياده في العدد وبس، ولكن يعني في مش في الكم ولكن في الكيف الحمد لله، يعني بنوعيه خاصه يعني. يعني كان عندنا يعني من احسن مدربين مصر موجودين الحمد لله من الموسم الماضي، واضفنا برضو طاقه فنيه عاليه جدا في بدايه هذا الموسم. يعني البنية التحتية المتمثلة في الملاعب الحمد لله من أحسن الملاعب اللي موجودة في مصر، ملاعب سكواش
هنبص من الناحيه الفنيه توفرنا من مثلا احسن مدربين، وفي نفس الوقت دعم المجلس والاداره في اتخاذ القرارات اللي زي ما بنقول الدعم لابطالنا اللي محتاجين احتكاك او لعب اكبر عدد بطولات. يعني مجلس الاداره ما بيتاخرش، طبعا انا بتكلم عن السكواش لان هو الحدث النهارده، يعني فوز بطلنا الكبير مصطفى عسل. ايوه يعني حقيقه كمان يعني انا نفسي مصطفى عسل مش لعيبه بس، لعيب على اخلاق عاليه جدا جدا جدا، اهم حاجه دي ده اللي يعني ده اللي احنا حريصين عليه في النادي الاهلي بالظبط. في يعني بطله يعني 10 سنين يعني برضه ايدناها السنه دي، يعني الناس هتقول يعني النادي الاهلي بيروح يجيب بطل عنده 10 سنين؟ ايوه، لان هو واخد بطوله انجلترا المفتوحه، واخد مركز اول، النهارده احنا بنحضرها برضه. لما نيجي نبص لو فرضنا زي ما المهندس عادل قال بقى معقوله الريشه الطايره يعني تخش الاولمبياد والسكواش ما بيخشش، اعتقد انه في محاولات ان اللي هيخش في الاولمبياد اللي بعد اللي جاي على حسب علمي يعني. طب انت عندك في الاولمبياد اللي جاي على طول الكاراتيه داخله، والكاراتيه من الالعاب البطله في النادي بالظبط. دي مثلا حضرتك اثرت الموضوع من ساعه موضوع الكاراتيه ان هو هيبتدي يخش الاولمبياد. ابتدى جهاز الكاراتيه ايه الطريقه اللي هتتم علشان بطل الكاراتيه ان هو يشارك في الاولمبياد؟ في عده بطولات زي اللي بنتكلم عليها اللي هي بتاعت السكواش، عده بطولات عالميه. البطل اللي عايز يشارك في الاولمبياد لازم يكون حاصل على عدد بوينتس معينه من المشاركه في هذه البطولات. اذا لو في بطل يعني نظام التاهل للدورات الاولمبيه بالبوينتس، والبوينتس ان هو يشارك في اكبر عدد من البطولات. ايوه طبعا، ويحرز ويحرز ترتيب. فبالتالي انت محتاج ان ابطالك يشاركوا في البطولات العالميه، ممكن تلاقيها في اسيا، ممكن تلاقيها في امريكا الجنوبيه، ممكن تلاقيها في اوروبا. برضه مجلس اداره النادي خد قرار بالموافقه على سفر ابطالنا في الكاراتيه برضه للمشاركه في هذه البطولات عشان ندي فرصه لابطالنا يتاهلوا ان شاء الله، اللي من خلالها ان هم يتاهلوا للمشاركه في الاولمبياد باذن الله. ده طبعا استعراض واضح ان مجلس اداره النادي الاهلي لا يكل ولا يمل من دعم جميع الالعاب. يعني احنا بنتكلم في الالعاب الجماعيه الثلاثه، لا احنا بنتكلم كمان على الالعاب، لان ما اعتقدش ان علشان نقول النهارده يعني الالعاب الجماعيه الثلاثه اصبحت العاب مغموره او مش جماهيريه ولا حاجه. لا، الالعاب الثلاثه سله وطايره ويد تعتبر في جماهيرياتها صحيح عمرها ما هتيجي زي كره القدم، ولكن خلاص يعني ما عادتش شهيده. ما عادت بالظبط، يعني حضرتك جبت اللفظ اللي انا مش عارف اقوله. يعني خلاص كل الناس عارفه ابطالهم واحد. لا ده جمهور بتاعنا بيتابع اليد والسله والطايره بشكل ناس كتير الحقيقه، حتى على الفيسبوك يا كابتن رؤوف بيسالونا على اليد. يعني عايز اقول طبعا الحمد لله بالنسبه للطايره وبالنسبه للسله. اعتقد ان يعني انت من الاول من الموسم اللي احنا فيه الحمد لله زي ما المهندس عدي قال ان احنا النتائج كانت الحمد لله يعني مرضيه بنسبه 80% او 90% بالنسبه للمستهدف. بتكلم بالنسبه لفريق كره اليد. انا مقدر يعني خوف جماهير النادي الاهلي على الفريق. شايف بعض الصفقات ما تمتش في النادي الاهلي. طبعا احنا متابعين وعارفين مدى حب وحرص جماهير النادي الاهلي على جميع الفرق الرياضيه، فزي ما اطمنوا على السله وعلى الكره الطايره عايزين يطمنوا على كره اليد. مش وعود ولا اي حاجه. احنا يعني ما بنتكلمش على اي صفقات ولا اي حاجه الا بالتم بالفعل، ولكن يعني خلال الشاشه العظيمه شاشه الاهلي والبرنامج الجماهيري بتاعكم بطمن جماهير النادي الاهلي ان ما هو في احتياجات، يعني ممكن التيم بتاعي يبقى كامل
خلال الجلسه، بس الناس يعني مستعجله، ولكن عايز اقول في الطريق وفي القريب العاجل سيتم يعني زي ما اعلنا عن لاعب. الله يطمنك، خلاص مش عايزين نعرف. مش عايزين نعرف. بص بيداري اهو، بيداري. والله عايز اقول لما ممكن الصفقه بتبوظ او بتبوظ. لا مش عايزين نعشم الناس. خلاص احنا بنطمن الناس. اللي عايز اقوله استحمل شويه وفاجئنا. يعني هم نفس الجماهير اللي يعني بتتكلم كتير على كره ده، يعني انا في خلال مده معينه باذن الله مستني رايهم بعد لما يعرفوا يا استنى ما تعشمنيش انا بالذات. لا باذن الله يا كابتن رؤوف. كابتن رؤوف قريب العاجل يعني، اتفضل يا كابتن. هاخدك في حته بعيدة شوية. بتتابعوا أكرم أحمد؟ أحمد أكرم بتاع السباحة في أمريكا. عايزين يبقى إحنا على تواصل مع الشباب اللي هو بقى فعلا مصنف. أحمد أكرم طبعا يعني عايز أقول لحضرتك تحت المنظار، وبقول لحضرتك إن هو السكولر شيب بتاعه يعني هيخلص الجامعه في خلال حوالي شهرين او ثلاثه، وهيرجع لمصر، ولكن مش هو اربع سباحين موجودين في امريكا معاه من النادي الاهلي برضو. ايوه. طب المصير بقى بتاع ارقامهم يا ترى تطور نتيجه هذه التجربه ولا مش على المستوى اللي احنا متوقعينه؟ اكيد، وان هم يعني المفروض ان هم رجعوا يشاركوا. هم صحيح في البطولات الاخيره يعني تعارضت مع دراستهم، فيمكن ما شاركوش معانا، لان هو السفر بره في الدراسه بره والاحتكاك بره وكل حاجه، لكن المفروض ان كل بطولات الجمهوريه بيرجعوا بيشاركوا معانا. فطبعا واضح ان الارقام بتاعتهم طبعا في متطوره يعني. طيب اكيد طيب في واحد بقى عايز اوصيك عليه، لأن الراجل ده مقطع قلبي قوي ومزعلني على اللي بيحصل والله العظيم. إيهاب عبد الرحمن بطل الرمح، لو سمحتوا تابعوه شوفوا حكايته إيه. مسير الإيقاف ينتهي، فلحد ما ينتهي الإيقاف لازم نشوف الراجل ده هل هو جاله إحباط، هيكمل مش هيكمل. لأن الحقيقة يعني أحد الصدمات الكبرى في الرياضة المصرية كان وهو على سلم الطائرة رايح الدورة الأولمبية يتشفط. يعني الحقيقة طبعا حضرتك عارف إن يعني يمكن أحسن حاجة في النادي الأهلي التخصص. يعني إحنا في طريق إدارتنا في النادي الأهلي كل إدارة تقوم بواجباتها. أنا أعتقد موضوع إيهاب عبد الرحمن يتعلق باللجنة الطبية، لأن علشان النهاردة يحصل نوع من الاستئناف على الحكم اللي هو طلع، يبقى ده عن طريق منظمات طبية وصحية. فأعتقد الدكتور محمد شاوي رئيس اللجنة الطبية وأعضاء اللجنة الطبية ممكن هم اللي هو انا يا كابتن رؤوف مش متوقع منك رد، لان ده سؤال على مباغت يعني على حاجه مش متوقعه، لكن انا بلفت النظر لابد ان نعمل وبشيء من التعاون مع اللجنه الاولمبيه اللي قطعا من مصلحتها ان ينتهي هذا الامر بقى، ان احنا نشوف طريقه او على الاقل مجرد المتابعه ان الراجل بيستمر في تدريباته. ما يشتركش في البطولات بس يستمر عنده امل وعنده تدريبات وعنده رعايه، لأن مش كل يوم حاجة لنا خامة بالمنظر ده. ده طلب يعني، طلب. أنا مش عايز رد، مش هيكون عندك تفاصيل، مش متوقع أن يكون عندك تفاصيل، إنما أنا بس بحطها في وسط مشغولياتك الكبيرة كده. أنا عارف أنك قدها ودود، وأنت راجل أنا يعني بعشم فيك قوي لأن عارف دماغك يعني. حاضر كابتن. يعني نفتح الملف بتاع ايهاب عبد الرحمن. تليفون كده، انت بتعمل ايه؟ طب عايزنا نعمل معاك ايه كده؟ هو منتظم في التدريبات الفتره دي يا كابتن ولا لا؟ هينتظم فين؟ ما بيتمرنش. مش هو مش هيعرف، اصل هو كمان كان عايش بره فتره كبيره. يعني يا كابتن رؤوف اسبوع 10 ايام كده وابقى قول لنا ايه الحكايه. ممكن؟ لا ماشي ان شاء الله. كل التوفيق يا كابتن رؤوف. طمنا
على شكرا جزيلا للكابتن رؤوف عبد القادر مدير يعني النشاط الرياضي في النادي، مداخله مهمه جدا صحيح وضحت لنا حاجات كتير. مبروك فوز ساندي ايمن بذهبيه 800 متر في دوره الالعاب الافريقيه للشباب في الجزائر، وايضا زميلها السباح احمد راتب اللي خد ذهبيه 100 متر في فراشه وقبليهم ميشو في المانيا. اعتقد انجازات نوعيه مهمه جدا، انجازات ما كان لها ان تتحقق لولا امتلاك الاهلي بنية تحتية رياضية قوية تتمثل في المنشآت وتتمثل في الأفراد والأفكار والدعم واللوائح. بالضبط. وبعدين أهم كل ده والثوابت والقيم اللي طلع لك أبطال أسوياء. يعني هو عجبني أوي لما قال لي مش متفوق بس ده سلوكيا وأخلاقيا متميز. تحط في بطنك بطيخة صيفي بقى. أيضا من نشاطات الكابتن محمود الخطيب النهاردة في أهل مدينة نصر، زار رئيس النادي الأهلي أعمال التطوير والمنشآت التي تتم في مدينة نصر، والتقى كان معاه العميد حسن مسعود زي ما حضراتكم شايفين مدير فرع الأهلي في مدينة نصر، والعميد محمود حزين مدير أمن مدينة نصر. الكابتن الخطيب طالب بسرعة إنجاز الأعمال في دقة شديدة لتسليمها في التوقيت المعلن في تحدي الزمن. بص هو تحدي مش تحدي الزمن بقى ده اللي عايز مجلس مره واحده مع بعضها. اهتمام رياضي، اهتمام في التطوير في الكوره في الناشئين في الالعاب، ثم المنشات، ثم اللوائح، ثم تغيير الافراد. وهو كابتن خطيب هذه المتابعه الدقيقه بتخليك تشعر حرصه على انه يطلع صادق في مقاله، في وعده لعائله الاهلي ان قريب هتشوفوا كذا قريب هتشوفوا كذا. هو ده اللي احنا بنعول عليه، وهو ده اللي احنا بنقول يجب ان يلقى هذا المجلس كل المؤازره المسانده. بالزبط. مش معقوله الجهد الخارق اللي بيبذل، ها، وبعدين ما 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 لا يدعم بالشكل الكافي، لا بالشكل المسؤول. ايوه يعني مسؤوليتنا ان احنا نوضح كاعلاميين للراي العام اتفرجوا عشان ما نضيعش وقتنا بس في الانتقادات الرفيعه وجهات النظر المتعارضه، لان يا جماعه اللي بيشتغل ما بيتكلمش. ايوه فانت واللي بيتكلم ما بيشتغلش، يعني اختار. انت ممكن تتكلم وتشتغل بس انتاجك مش هيبقى زي ما تشتغل وبعدين تتكلم. والله ما يحدث في الاهلي هو شبيه بما يحدث في مصر. انجز وبعدين اعلن. ايوه انجز وبعدين اعلن. ايوه بس وريني مجهودك بقى وانت بتنجز، هل في تهاون ولا سايب على الله ولا بتراقب؟ لا، خطوه بخطوه في كل اتجاه ملامح اهو، البوابات والاسوار ابتدت تبان. ايوه متلهف يا ابراهيم ان انا اشوف البوابه النسر ده. وهعمل زي اللي جاي من الريف، هروح اتصور جنبها. طبعا طبعا هاخد سيلفي طبعًا مع النسر ده. ربنا طبعًا بس ايه يدينا العمر ونشوف. يعني هنعمل جزء من حلقه من على البوابه، ايه رايك؟ كل واحد على جناح. اذن العمل في كل اتجاه، التحدي واضح كبير جدا، جلسات مهمة مع قطاع الناشئين، جلسات مهمة مع الإدارة الهندسية ومتابعة ما يتم إنجازه في الإنشاءات المختلفة، ثم لقاء جدا مع قطاع الناشئين لكابتن رؤوف عبد القادر، قطاع النشاط الرياضي لكابتن رؤوف. طمئن حضراتكم على الخطوات الكاملة في كل الألعاب للحفاظ دائما وأبدا على صدارة الأهلي ومكانة الأهلي. الأهلي بكرة مسافر إلى تاون شيب، كيف يرى كارتيرون هذه المباراة المهمة جدا؟ من اختارهم من اللاعبين؟ مين اللي ممكن يمثل الأهلي في هذه المباراة الصعبة؟ والأفكار اللي مسافر بيها إلى بوتسوانا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. بكره ان شاء الله الثلاث بعثه الاهلي تشد الرحال الى بوتسوانا. عند الاهلي مباراه مهمه جدا يوم السبت، هيلاعب تاون شيب. الاهلي قفز للمركز الثاني في هذه المجموعه اللي هي المجموعه الاولى خلف الترجي. عشان تبقوا عارفين الاهلي هيلعب
يوم السبت مع المباراة الثانية، ثم هيلعب مع الترجي التونسي في تونس، ويختتم مع كمبالا سيتي في القاهرة. دول الثلاث ماتشات اللي باقيين للأهلي إن شاء الله. علشان منهجنا الاحترافي الواضح إنه أهم مباراة وأصعب مباراة هي أقرب مباراة، فخلينا نكون دلوقتي مركزين فقط على مباراة السبت. الأهلي مع تاونشيب في بتسوانا، الأهلي فاز في مباراة برج العرب الأسبوع الماضي 3-0، عنده دراية كاملة وتامة بالمنافس البتسواني. بس خدوا بالكم، الليلة لا تشبه البارحة. تاونشيب اللي لعب معانا في برج العرب عنده معطيات مختلفة تماما وهو بيلعب في ملعبه، هو كمان يهمه يستمر في المجموعة، وتقريبا فرصة استمراره في المجموعة في المنافسة تتوقف على مباراته مع الأهلي اللي في ملعبه. هو عنده 3 نقاط فقط خدها من كمبالا سيتي في الجولة الثانية، فبالتالي فرصته الحقيقية انه ياخد 3 بونت اللي في ملعبه عشان يرجع يدخل في الصورة تاني. فان شاء الله تعالى الأهلي يوفق في هذه المباراة اللي كارتيرون المدير الفني اختار لها 24 لاعب هيسافروا بكرة الثلاث ان شاء الله. القائمة ضمت شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي لحراسة المرمى، أحمد فتحي ومحمد هاني وسعد سمير ومحمد نجيب وسليف كوليبالي وأيمن أشرف وعلي معلول وصابر رحيل وحسام عاشور وعمرو السلية وهشام محمد وكريم ندفد وأحمد حمدي وإسلام محارب ووليد سليمان ومؤمن زكريا وميدو جابر وجونيور أجاييه ومروان محسن وصلاح محسن ووليد أزارو. تقريبا كل اللعيبة الجاهزة اللي هي في القائمة الإفريقية. دول 24 لاعب اللي كارتيرون اختارهم، وعقد محاضرة مهمة جدا مع اللعيبة قبل المران المسائي اللي حضراتكم شايفين لقطات منه، أكد فيها المدير الفني على أهمية المباراة، ظروف المباراة، قراءته للمنافس زي ما لعب ضده، واحتياجات الأهلي من هذه المباراة مع كل الظروف والصعوبات اللي فيها. بيلعب في طقس مختلف، بيلعب على أرضية مختلفة، بيلعب أمام جمهور مساند وحماسي جدا مع الفريق صاحب الأرض. كلها اعتبارات اللعيبة بتحطها في اعتبارها، وأعتقد الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة عنده من الدراية والخبرة ما يكفي بمثل هذه المواقف. يا باشمهندس، الباشمهندس هرجعك حتة مش هتعجبك. ليه بقى؟ في الفاصل وأنا بشوف كده موقع كابتانو معلق على اللي أنا ذكرته مع حضرتك على موضوع إيهاب عبد الرحمن. فبيذكرنا بأن في عداء اسمه جاستن جالتن أمريكي بتوقف 4 سنين منشطات. بول يعني استحوذ على كل بطولات العالم وكل البطولات يخشها والمركز الاول. جاستن ده رجع حظه الحلو ان بولت اعتزل مع رجوعه، اصبح هو اللي ابتدى يستحوذ. فهو المغزى ايه من الموضوع ده؟ ان الايقاف مش نهايه العالم، بس لازم تتعامل في فتره الايقاف ازاي؟ ما حدش يحبطك ويوقف طموحك. ده اللي انا كنت اقصده. فيا رب ايهاب عبد الرحمن نشوفه بطل عالم لانه يقدر يعملها. هنناقش موضوع ايهاب. طيب انت عايز بتسوانا ايه بقى؟ بتسوانا ده القائمه الافريقيه تكاد تكون بالكامل اللي هي سليمه، سافرت معاه. او اللي هتسافر معاه يعني. اتمنى من كل قلبي يا رب ومعايا الجمهور الا يتوقف عن الدعاء والمسانده والمؤازره والثقه، وقابلين اللعيبه تنتقل اليهم كل هذه المشاعر عشان يرجعوا لنا بفوز هيكون تاريخي. هيكون تاريخي لانه هيعبر عن شخصيه الاهلي، واعتقد انه هيبقى انطلاقه كبيره جدا جدا في بدايه موسم. انت مركز على شخصيه الاهلي النهارده. شوف يا اللي فارق مع الناس كلها صدقني شخصيتك. اللي فارق مع جمهور شخصيتك وقيمك وتقاليدك وشموخك، حتى يطلع لك حد يقول لك وتساوت القام، يعني شوف كل اللي شغلهم وتساوت ان بقى في مشاكل في الاهلي فتتساوى القامات. يعني اذا كان في اعتراف ان ما كانتش متساويه مبدئيا. لكن هي مش متساويه ليه؟ لان الاهلي يضحي من اجل
الحفاظ على هذا. المكسب مش كل حاجه، لكن باذن الله هيجي. تقول لك النهارده يا سلام لو الاهلي عدف من ماتش بوتسوانا ده، والله هيفرق كتير جدا جدا في الموسم اللي جاي كمان. هو هي نقطه انطلاق مهمه، لانه باذن الله تعالى تاخد الثلاثه بونت مع السبعه بونت اللي عند الاهلي، او مع الاربعه بونت اللي عند الاهلي، دخلت بقوه في المنافسه. عندك مباراه مع الترجي بره، عندك مباراه هنا، هتتكلم مع الترجي على ترتيب المجموعه، هتتكلم في مباراه كامبالا سيتي هنا على تاكيد التاهل. فباذن الله تعالى من خلال مباراه بوتسوانا يحقق الاهلي الهدف منه. لكن الحديث عن شخصيه الاهلي هو ده الكلام المهم جدا واللي لازم يظهر. وقت ما شخصيه الاهلي بتظهر في الملعب تقدر تتكلم على تفوق موجود، تتكلم على روح عاليه جدا في الاداء، تتكلم على انضباط تكتيكي وانضباط سلوكي، تتكلم على اصرار على تحقيق الهدف. هي دي مقومات شخصيه الاهلي اللي لازم دايما وابدا يتم الحفاظ عليها. هي دي شخصيه الاهلي الفريق. هي دي اهم انجازات الاهلي، بس اللي ما حدش يقدر ياخدها منك ازاي ولا يهندك فيها. ازاي انت قدرت توصل بالمكون؟ على فكره هو مكون ثقافي اكتر منه رياضي. براند. طبعا براند. ده براند مكون بتاعك. ثقافي في اعماق اللعيبه وفي شخصيتها، انه من الصغر انت بترفض الهزيمه، من الصغر بتلعب على المكسب، من الصغر بتحترم المنافس. احترامك للمنافس معناه ان انت لا تستهين به، لا تسئله، لا تقلل من قيمته وشانه. فهي ديت مقومات الرياضي الحقيقي البطل. شخصيه الاهلي اللي لازم يتم تدعيمها عند اللعيبه اللي بتيجي من بره وعند اللعيبه اللي موجوده في القطاع. اذا قدرنا باستمرار نحافظ على شخصيه الاهلي لدى اللعيبه، هنقدر دايما وابدا نكون مطمئنين على تحقيق الاهداف باذن الله. كان في تدريب خاص لحراس المرمى الشباب بالذات، الكابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى ايضا ده واحد من الطيور المهاجره اللي انتقلت بين انديه كتيره جدا كلاعب وكمدرب، وعاد الى بيته بكل خبراته وبكل حماسه وبكل انتمائه. مصطفى كمال مدرب حراس المرمى خصص فقره في التدريب لحراس الشباب بالذات الثنائي محمد الغندور ومصطفى شوبير في مران منفرد قبل تدريبات الفريق الاول. كابتن محمد يوسف المدير او المدرب العام قال انه مفيش اي نيه لاضافه اسماء جديده للقائمه الافريقيه قبل مباراه السبت. اذا كان الكلام على الاهلي دلوقتي عنده مكانين، هل هيضيف ناصر ماهر او غيره للقائمه الافريقيه قبل المباراه ولا هيستنى المباراه؟ فالواضح جدا كلام الكابتن محمد يوسف انه الاهلي هيسافر لبوتسوانا بالقائمه اللي موجوده حاليا، مفيش فرصه لاضافه حد قبل السفر مباشره. الامر بيتعلق اكيد بتجانس الفريق. وعنده اشكاليه ان في ثلاثه مهمين جدا كان يتمنى ان الثلاثه يكونوا موجودين. محتاج الثلاثه. محمد شريف يظهر تطور ويظهر يعني مقنع للجهاز الفني الى درجه كبيره. لعيب سريع بيلعب يمين وشمال. احمد علاء وناصر ماهر. اشكاليه لو كان بس الناس عامله حسابها ان في قائمه ملحقه، لان انت قعدت تحط كل اللي يجي على بالك، وبعدين حتى في تقريرك النهائي عايز تعير ده وعايز تمشي ده، يعني استعجلنا، في استعجال في الحته دايما في القائمه الافريقيه. انا ارى ان ما يقلش عن خمسه باستمرار يكونوا للمرحله الاخيره. يا اما الاتحاد الافريقي بقى، ما هو كمان في ظلم. يعني انت اتحاد بتيجي تقول لي القائمه كده وتحاسبني على لعيبه كانت عندي في موسم الانتقالات هتمشي. يعني لازم يبقى في عمليه احلال وتبديل ان شاء الله بغرامه. طالما ان في قوائم بتتغير يبقى، يعني هو بيقول لك ايه، انت تستكمل في حدود خمسه مش كده؟ لا هو ما بيقولش خمسه، بيقول لك 30. انت عايز تسيب سبع مقاعد، اربع مقاعد، ثلاث مقاعد انت حر. لكن انت
قائمتك اتغيرت. هو اللي يا استاذ ابراهيم القائمه فهم بتتغير. انا فاهم، المفروض الانديه تقترح انه في القيد الثاني بتاع اغسطس انت بتستكمل القائمه ويسمح لك باستبدال اثنين لعيبه مثلا بفلوس. لا بفلوس يكونوا ايه؟ يكونوا اصلا مش مقيدين عندك. يعني انت يكون مشي لعيبه من عندك من القائمه الافريقيه، من القائمه الافريقيه. ايوه. فاصبح عندك نقص. حتى لو موجودين وانت عايز. لا لا خليها بالصعوبه دي، والا انت ممكن تغير فرقه وتجيب فرقه. لا انت هي كده، لو طلع من عندك اثنين في حدود اثنين. يعني تغير تستبدل اثنين بدل اثنين خرجوا من قائمتك المحليه. بس كده يبقى في عدل، يبقى انت كده بتديني حتى اريحيه ان انا ما اظلمش لعيب احتفظ بيه لمجرد انه في القائمه وانا مش على عيب. حتى لو كان الاتحاد الافريقي هيغير مواعيد البطوله اصلا؟ ما هو انا ما اعرفش التغيير ده هيحل ولا لا. اذا كان هيحل خلاص. لانك هتعتمد على القائمه بتاعت الموسم، هتبقى موحده. طب لو ما حلش تبقى هي كده. طيب يعني لو المواعيد ما اتفقتش يعني مع بعض انا مش عارف لسه اقدر، ما اقدرش اظبطها لك. عايز قاعده مع اخونا وحبيبنا عامر حسين يقول لنا الليله دي هتظبط ولا لا. طيب فالكابتن محمد يوسف قال مش هنضيف حد، وقال ان سبق وتم التاكيد على اننا ما زلنا او ما زال لدينا متسع من الوقت لاستكمال المكانين الشاغرين في القائمه الافريقيه. عندنا لسه وقت لغايه 4/8 للاستفاده من تواجد مكانين في القائمه. الاهلي كان سجل مؤمن زكريا وسالف كوليبالي، الاثنين شاركوا، وبالتالي في مكانين في القائمه الافريقيه لسه. محمد يوسف في كلامه عن مباراه السبت قال مباراه ليها حسابات خاصه جدا، قال انه الفريق البتسواني عنده 3 نقاط، هيلعب على ملعبه، هيسند جمهوره، الطقس في صالحه، عنده دوافع في هذه المباراه قويه جدا. الجهاز الفني للاهلي عنده درايه كامله ويعلم كل كبيره وصغيره عن الفريق المنافس، وعنده بجانب كل ده لالي كمان في البطولة الأفريقية بيستكمل الملف الطبي الخاص باللعيبة. انتوا عارفين انه الاتحاد الأفريقي بيشترط انه اللعيبة المشاركة اللي بتمثل كل نادي يبقى لها ملف طبي في الاتحاد الأفريقي. فالإضافات الجديدة اللي الأهلي أضافها لقيمته ما كانش يسلم ملفاتها الطبية الخاصة بمؤمن زكريا بكوليبالي. الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قال انه تم تجهيز الملف الطبي الكامل للعيبة لإرساله للاتحاد الأفريقي. حسين عبد الدايم مساعد مخطط الاحمال البدنيه الاهلي عنده الاندمان مخطط احمال بدنيه، حد ما شاء الله عامل شغل كويس جدا في التاهيل البدني وتجهيز اللعيبه بلياقه عاليه، بيساعده حسين عبد الدايم، وده شيء كويس. لما بجيب عنصر اجنبي متخصص كبير احط جنب منه حد مصري يستفيد من خبراته ومن تجاربه علشان اقدر اعد كوادر مصريه كمان تخدم الكره المصريه بشكل كويس. حسين عبد الدايم مساعد مخطط الاحمال بيقود التدريبات اليوميه للعيبه اللي مش هتسافر لرحله بتسوانا، خاصه اكرم توفيق وعمرو جمال واحمد علاء ومحمود الجزار وباكا وعمرو بركات وناصر ماهر ومحمد عصام الغندور ومصطفى شوبير وباسم علي واحمد ياسر ريان، يعني 10 11 لاعب دول هيتم تنفيذهم برنامج بدني خاص. طيب الاهلي اكتفى بالصفقات اللي تمت على المستوى المحلي ولا لسه ناوي يعمل اضافات جديده؟ بيقول الكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره انه لا، الجهاز الفني لم يغلق حتى الان ملف الصفقات الصيفيه لتدعيم الفريق، وقال انه قبل مواجهه الاسماعيلي 2 اغسطس في بدايه الدوري ان شاء الله هيكون الاهلي حسم الامر تماما بما يحتاجه بشكل جيد. ما هو عنده لحد 30 يوليو. وقال ان احنا بنعمل في هذا الملف حتى اللحظات الاخيره. قال كمان بالنسبه لباكا، لانه كلام كتير على موقف اللاعب الجنوب الافريقي، محمد يوسف قال في مناقشات حول موقف باكا لكنه ما تمش الاستقرار حتى الان على المحطه القادمه للاعب، خاصه بعد وصول عدد من العروض للنادي. كمان في ملف السوبر العربي او المصري السعودي،
الكابتن محمد يوسف قال انه لجنه الكوره بالتنسيق مع الجهاز الفني هتحسم مساله المباراه الخاصه بمباراه السوبر المصري السعودي المقرر مقترح ميعاد مقترح انه 8 نوفمبر اللي جاي الاهلي هيلعب مع الهلال السعودي بطلي الدوري في مصر والسعوديه على كاس خادم الحرمين وان المباراه هتبقى في الرياض. بس هو في اشكال في الميعاد ده. مش فيش يا رب يحصل اشكال نتمنى ان يحدث. ان انت في الميعاد ده ممكن يبقى نهائي البطوله الافريقيه اللي نتمنى ان الاهلي يكون طرف فيه ان شاء الله ان شاء الله. فاذا حصل يبقى الميعاد ده غير مناسب. لذلك بيقول لك يعني ميعاد مقترح يعني مش نهائي. ايوه برضو قطعا اللي حطت الميعاد منتبه لهذه النقطه. مع تدعيم الصفوف في كمان كلام موقف رامي ربيعه مدافع الاهلي الدولي الكبير بينفذ برنامجه العلاجي والتاهيلي خضع لفحص طبي قبل المران المساء النهارده بعد عرض التقرير الطبي للطبيب الالماني اللي بيعالجه عشان يحدد حاله اللاعب. حتى الان بدا رامي ربيعه في تنفيذ البرنامج الاخير في المرحله الاخيره من تاهيله ان شاء الله عشان يكون جاهز للعوده للمباريات. كمان في برنامج بدني خاص لباسم علي ظهير ايمن الفريق اللي كان عنده اصابه بجزع في الركبه والدكتور خالد محمود وضع له برنامج خاص وقال انه اللاعب بعد تنفيذ هذا البرنامج اصبح جاهز من الناحيه الطبيه لكنه بينفذ برنامج بدني خاص لتاهيله. ده يمكن اخبار الفريق لكن الكلام عن ما يحتاجه الاهلي في هذه المباراه يا باشمهندس غير شخصيه الاهلي. التوفيق. التوفيق هو التوفيق بقى ده هو كل حاجه. لان الحقيقه انت ممكن تعمل كل شيء في الكوره وبعدين لا توفق. انا اتفرجت على ماتش بلجيكا وانجلترا. في الوقت اللي انت مستني ان انجلترا تجيب جون مسيطره على الماتش خلاص. هي بالمناسبه بلجيكا كسبت بجداره. اذا بالجون الثاني يقضي على الامال بتاعه انجلترا. الاستحواذ والخطوره والجون انت مستني خلاص في ارهاصات ان في جون جاي. في هجمه مرتده خطيره رهيبه نموذجيه يحسمها المنتخب البلجيكي. كمان نفس الشيء فرنسا وكرواتيا. التوفيق مهم جدا 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 جدا. صحيح. يعني انت نتمنى ان احنا نؤدي بشكل لائق ومحترم طبعا يستحوذ على احترامنا احنا واحترام الاخرين وان يصادفنا التوفيق. التوفيق جزء منه التحكيم. التحكيم نرجو انه يمشي. التحكيم كان هنا حلو قوي. صحيح. نرجو انه يمشي على هذه الوتيره. هنعرف طاقم التحكيم في مباراه العوده منين تحديدا لكن عايز اقول لكم ان المباراه يوم السبت هتبقى الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره وهو نفس توقيت العاصمه البوتسوانيه جابروني. المباراه الساعه 6 مساء في الاستاد الوطني في العاصمه البوتسوانيه جابروني. والفريق البوتسواني يمكن المدير الفني بتاعه الصربي نيكولا كافازوفيتش اكد على انه فريقه جاهز بشكل جيد للنادي الاهلي. سبق لتاونشوب في الدور قبل النهائي اللي اقيم في 11 من صباح نفس اليوم على نادي اكستنشن جانرز بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي. ده تاونشيب بطل بوتسوانا فاز ببطولة ماتبيجيانا الودية اللي بتقام في يوم واحد على يوم واحد بتتلعب بطولة ودية عندهم استعدادا للقاء الاهلي. البطولة اقيمت على الملعب الوطني في جابروني. قدر الفريق البوتسواني يفوز بيها. تغلب تاونشيب على فريق ماتبيجيانا في النهائي 2-0 سجلهم بوبو ليشاني وجويل مجروسي. وفريق او الجهاز الفني للاهلي لديه معلومات كافيه عن هذه المباراه الاخيره او هذه التجربه الاخيره للفريق البوتسواني. مانو ديتشوبو مدافع وكابتن تاونشيب قال انه فريقه جاهز وجاهز جدا للمباراه ورايه انه الاهلي فريق عادي وقال انه لا يخفنا ابدا. مباراه العوده يوم السبت فرصنا فيها كتاونشيب افضل. قال انه فريقه لم يفز في لقاء
البرج العرب او لم يخسر في برج العرب الا بسبب استغلال لعيبه النادي الاهلي الاخطاء اللي وقع فيها لاعبه تاونشيب. واكد كابتن هذا الفريق البوتسواني انه من وجهه نظره الامور هتختلف تماما في مباراه العوده. انا اعتقد كل هذه الامور تدفع لعيب النادي الاهلي لمزيد من التركيز، لمزيد من الثقه، لمزيد من الهدوء، ومزيد من الاصرار يا باشمهندس، ومزيد من قراءه ما يقوله المنافس. احسن حاجه تحفزك او تحفزك كلمتين زي دول. يعني فريق عادي، الفريق اللي عنده دم يثبت انه مش عادي هيموت. واخد بالك؟ فانا انا متذكر كنا بنلعب المصري ودمه خفيف مدحت فقوسه. يمسي بالخير. فكان بقى جاي واخد بطوله العالم في العسكريه وبيمرن المصري وعامل واصل بقى بيلعب قدام النادي الاهلي على بطوله الكاس، وكان فايتسا ساكت وهو مصهلل نتوعد ونعمل ومش عارف ايه. فايتسا قال لهم شوفوا هو خلاص ده الكلام بقى. وانا كتبت حتى في المصور ان كنت خايف من استرخاء لعيبه الاهلي في هذه المباراه، ولكن مطحنه وسام بالوجه اكبر يعني دافع وحافز. بعد الماتش قال لهم انتوا كنتوا عايزين اقول ايه؟ ما انا يعني ما تسيبوني اقول ايه المشكله يعني. هو كان جميل جدا مدحت فقوس. الفريق البوتسواني كابتن الفريق مانو ديتشوبو قال ايضا انه عندهم هذا الاستعداد الجيد جدا والخاص للنادي الاهلي. كمان هذا الفريق استعاد لاعبه المميز سيجولامي بوي، كان غاب عن المباراه الاولى من الاصابه اللي لحقت به وتسبب في ابعاده عن المباراه مباراه برج العرب، لكنه بيرجع لفريقه وبيمثل دعم بالنسبه لهم في مباراه السبت. سيجولامي بيعتبر من العناصر الاساسيه في الفريق البوتسواني، شارك في الاربع مباريات السابقه قبل لقاء الاهلي، تمكن من تسجيل هدف في لقاء الترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا، فعشان كده ده العنصر المضاف اللي الجهاز الفني للاهلي ما شافهوش في مباراه برج العرب. الترجي بس هو المباراه انتهت 4-1، فما عندناش مشكله لو تنتهي بنفس النتيجه لصالح مصر على الترجي، مباراتهم مع الترجي. الترجي كسب 4-1، يسجل واحد ما فيش مشكله خالص ويستقبل اربعه لو حصل كده يعني. يا رب قاسي قوي. يا رب. طيب لا انا عايز 1-0 يعني باذن الله تعالى نكسب المباراه 1-0 يعني اي مكسب يحقق لنا الثلاث نقاط. أي مكسب باذن الله يكون مكسب. اضافه كويسه ان شاء الله ان شاء الله يا رب. الترجي 7 نقاط، لعب في 3 مباريات، فاز مباراتين وتعادل مباراة. الأهلي في 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في واحدة وخسر مباراة كانت قدام كامبالا سيتي في أوغندا. الأهلي عنده 3 أهداف وعليه 2، عنده 4 نقاط. هتشوفوا حضراتكم الجدول دلوقتي، كامبالا سيتي في 3 مباريات عنده 3 نقاط، تاونشيب رولرز عنده 3 نقاط أيضا. إذن الجولة الجاية وهي الجولة الرابعة هتحسم كتير من هذه الكراسي الموسيقية، لأنه لاحظوا أنه كامبالا سيتي وتاونشيب الاثنين عندهم 3 نقاط، كمان كامبالا سيتي هيلعب مع الترجي التونسي، فدي مسألة يا إما بإذن الله تعالى ما نتمناه أنه الأهلي والترجي يخلصوا على الفريقين التانيين، فيصعد الترجي يزود رصيده 7 تبقى 10 والاهلي باذن الله تعالى 4 تبقى 7، هتبقى المسافات اتسعت شويه للفريقين العربيين عن كامبالا وتاونشيب، اللي بحيث انه اخر جولتين يكونوا خاصين بترتيب المجموعه بين الاول والثاني بين الاهلي والترجي ان شاء الله. ده الموقف الافريقي اللي بنتمنى ان شاء الله تعالى انه شخصيه الاهلي تظهر يوم السبت الساعه 6 في جبروني ان شاء الله يا باشمهندس. طيب الأهلي وما يحتاجه في الفترة اللي جاية. الصحف
تحدثت كثيرا عن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي يمكن في اكتر من موضع يا باشمهندس. عندك حاجه عايز طبعا انا عايزك ده مهم جدا الفقره دي. يعني العنوان الاهلي يحارب توصيات البدري كارتيرون جنب صفقات حسام ويبدا باحمد علاء. اقرا عشان اعلق لك لان الحقيقه ده كلام يعني يحتاج تعليق بالتاكيد. يعني الاهلي يحارب توصيات البدري ده الاهرام المسائي. الحقيقه يعني هي المساله محتاجه ان احنا نتكلم فيها بوضوح شويه عن علاقه النادي الاهلي باولاده اللي بيخرجوا منه وبالذات الكابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري مدرب كبير فاز مع الاهلي بالدوري، حقق بطولات كتيره جدا مع النادي الاهلي، هو واحد من ابناء النادي الاهلي اللي نجحوا بشكل كبير جدا. كابتن حسام مشي من النادي الاهلي حقه يشتغل، هو راجل مدرب. الجمهور اللي بيلوم عليه انا بستغرب له، وانت بتستغنى عن المدرب عشان يقعد في البيت الراجل ما يشتغلش؟ لازم نقدر الناس بهذا الفكر الاحترافي، طالما الراجل مركز في شغله فله كل الاحترام والتقدير. لكن ان الناس تزعل من حد الاهلي خلاص انهى ارتباطه بيه، الاهلي شاف مدرب تاني، فاصبح من حق كل هؤلاء الارتباط باعمال تناسبهم او يحتاجوها من وجهة نظرهم، وليهم كل الاحترام والتقدير. لكن فكرة انه الاعلام او الصحافة تحط في اعتبارها انه فيه يوصل الامر ان انت لما بتجيب لاعب او بتمشي لاعب فانت بتثور في دماغك قناعات الكابتن حسام البدري كانت ايه؟ هو ده كلام يعني هو طب هو الكابتن حسام البدري لما مسك لو كان له وجهة نظر فنية ضد لاعب كان عنده فرصة افضل مع المدرب اللي سبقه، هل كان حسام البدري الراجل ساعتها بيصفح حسابات مع اللي مشي؟ اطلاقا لا. دي رؤية فنية تخصه، حصلت وجهة نظر فنية تغيرت بين المدربين، في لاعب استفاد منها ولاعب أضير منها، في كل الحالتين لا ده كان بيصفح حسابات ولا الأولاني يعني كان يعني هو إقحام 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 اسم الكابتن حسام هنا مش صح طبعا وجهة نظري. وعلى فكرة لأنه الراجل في تجربة عمل، فعايزين نقفل هذه الزاوية المغرضة جدا في تقييم الأمور. الراجل عنده تجربته، أنت هتفضل باستمرار كل ما تاخد قرار فني هيبقى ده اللاعب الفلاني اللي كان محسوب لصالح حسام البدري، أو الأهلي بيدي فلان فرصة عشان يرد على حسام البدري. ده الكلام ده لو سليم ها كان كارتيرون اتلكك وما لعبش أزارو بعد الإشكالية اللي حصلت قبل الماتش، لأن أزارو ده هو الدبلومة أو الماجستير أو الدكتوراه بتاعت حسام البدري. خلينا سرعة طبعا مصر كلها كانت ضده فيه، هو أثبت وجهة نظره. فما فيش حاجه اسمها تصفيه حسابات على حساب مصلحه الفريق طبعا. عشان كده بقول لك اقرا الخبر لان هقول لك تفسير لكل كلمه فيه. حتى اقراه في الـ في الـ في الـ في العام يعني. هو بيقول لك ايه؟ بدا الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للاهلي في ترجمه وجهه نظره في التعامل مع اللاعبين المنضمين حديثا للقلعه الحمراء بناء على توصيه الجهاز الفني السابق بقياده حسام البدري او توصيه لجنه الكوره قبل بداية المسؤولية بشكل مباشر. تمثلت تلك الحالة في موافقة كارتيرون على إعارة أحمد علاء قلب الدفاع المنضم لبطل الدوري خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى أي ناد خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بسبب الوفرة العددية في مركز قلب الدفاع الذي يضم سعد سمير ومحمد نجيب وكوليبالي ومحمود الجزار بجانب رامي ربيعة بعد عودته. وبيقول هذا التقرير انه تعتبر تلك المبررات ظاهرية. طب نقف هنا. يعني دخل في ضمير ظاهرية مع ان هو فلسفة الامر. انا لسه بقول لك ايه؟ بقول لك اشكالية في قيد الاثنين المتبقيين. هو عايز يعني يسجل الاثنين دول في اكثر الاماكن اللي يتصور انه محتاج فيها. طب النهارده احمد علاء هو
هو بيقول لك في الميركاتو الصيفي، شوف الدقة يعني عايز يعينه إن شاء الله 6 أشهر. عايز يعني إذا كان هذا الكلام صحيح ها وقد يكون، ده بالعكس ده هو ده تفكير احترافي ملوش علاقة خالص بالمدرب السابق. ما قالش عليه لعيب وحش، ده بيقول عايزه عشان تفضل عنده الحوافز إنه يبقى رجله في الدوري الممتاز ويلعب بانتظام. لعيب كويس والناس مقتنعة بيه جدا، ولما جه محدش جابه كده، ده لجنة الكورة تحرت وكلفت وجه بناء على رؤية لجنة الكورة، لأن ما كانش فيه جهاز فني ساعتها. يعني معرفش هل تقرير الكابتن حسام قال لهم يعني أنا مش متصور يا أستاذ إبراهيم إن أنا ماشي ها هقول للنادي بتاعي بس تتعاقد مع فلان وفلان وفلان وفلان. يعني ممكن أقول له ها مراكز ضعف اللي عندي. أي. بس مش هسمي له الصفقات اللي جابها. لا يعني مش منطقي. طبعا. فمسألة إن أنت جبت أحمد علاء لأنه لاعب واعد جدا وصغير السن، وإحنا قلنا دلوقتي لما كوليبالي جه بقناعة إن الراجل ده عايز واحد عنده خبرة إفريقية وجاهز بمواصفات معينة يجي يركب على طول، وجه لعبه على طول لأنه مرانه ما كانش محتاج إيه يستناه، والراجل جاي من موسم لعب 10 ماتشات قبل ما يجي لنا. فمسألة قيد أي لاعب هتكون مرهونة برؤية فنية واحتياجات ومصلحة الفريق، ملهاش دعوة بالمدرب السابق. لأن أنا كمان لو قعدت افكر كده ده انا عطل نفسي قوي، هشتغل بعند مع جهاز ايه المبرر ان اشتغل بعند مع جهاز مش يعني. لا وانت كمان قلت معلومه انه تاجيل قيد المكانين اللي شغالين في افريقيا يرجع لان صراع احمد علاء واحد منهم. اي ما هو في صراع، ما في صراع. انا تصوري كده، انا مش معنى كده ان انا عندي يعني معلومه انما تصوري كده انه في ثلاث لعيبه والمكانين اللي هو لما هما خلاص ما فيش مشكله تبقى محلوله. اه انما هو انا تطوري كده. فمساله ان هو قد يجد حل في هذا الموضوع بالكلام ده مساله مصلحه فريق ملهاش علاقه خالص ان انا افكر القبليه كان بيعمل ايه والا ده مش شغل محترفين. صحيح. بس فكمان ان احنا نتبنى وجهه النظر دي ونبتدي ندعمها ما اظنش ان هو ده الواقع يعني. طيب بيقول تقرير الاهرام المسائي انه تسببت تلك الحاله اللي هي تصفيه افكار حسام البدري تسببت تلك في قلق شديد لمين بقى؟ لمجموعه من اللاعبين الصاعدين المنضمين حديثا الى المهاجم الى القلعه الحمراء، يوسف الجبالي وعمبار حمدي ومصطفى البدري ثلاثي الوسط المهاجم. طب ليه؟ وأحمد خالد كارلوس المدافع الأيسر اللي تعاقد معهم الأهلي من الشمس والنصر وأسوان. طب دي لعيبة في الناشئين. في الناشئين. وأنا لما أقول ده هم. لا التفسير بقى لكون انضمامهم للنادي لم يأتي وفقا لوجهة نظر كارتيرون. طب كارتيرون ماله؟ قطاع ناشئين. أنت جايب ناشئين لحسابات مستقبل الفريق. بصرف النظر. آه. هو يعني يقلق إن أحمد علاء ما تأيدش. آه. وعلى فكرة حسام البدري ما يعرفش حاجة عن ولا واحد من دول طبعا ولم يطلبهم. صحيح. بيقول هذا التقرير الغريب أن كارتيرون بعد التعاقد مع المدافع المالي سليف كوليبالي لم يبدي رغبته في ضم أي مدافع خلال فترة الغريب بل أن المفاوضات التي فتحتها إدارة النادي مع بعض العناصر مثل محمود متولي مدافع الإسماعيلي ومن قبله عبدالله بكري مساك سموحة ورامي صبري في انبي جاءت بتوصيه من لجنه الكوره بناء على رغبه حسام البدري وهو كان المدير الفني وقتها ما كانش فيه كوليبالي. صحيح. وبعدين ما كانش فيه ان الصفقات دي هتبقى بالاتمان دي والصعوبه دي. صحيح. وذلك احد الاسباب القويه لفشل تلك المفاوضات ليكتفي كارتيرون بمجموعه المدافعين الذين ضمهم الفريق بالفعل ويعاني مجموعه من اللاعبين يعني اسالك سؤال تجاهل المدير الفرنسي ليهم أبرزهم محمد شريف لاعب الوسط المهاجم اللي جاء ضمه وفقا لوجهة نظر حسام البدري. إذا كان ده أنا بقول لك كان مرشح ده هو مقتنع بيه جدا. آه ده كل الأخبار اللي بتيجي من المعسكر إنه لأنه مرانه ما هو الفكرة
شافه في وادي دجله كويس، كان معاه واخد بالك. مساله ربط حسام البدري باي فكر، انا مش عايز كده، مش عايز نفضل كل يوم والتاني، والا دي تبقى مساله مش صح. وده كان سبب تناولنا لهذا التقرير تحديدا، عشان نغلق ملف الثرثره. يعني النهارده لو علاقة حسام الكابتن حسام البدري الاهلي يا استاذ ابراهيم، لو في هناك طريقه او وسيله انه يجيب محمود متولي هيقول عشان حسام كان عايزه؟ ده معقول الكلام ده؟ ده الاهلي رفض يفرط، رفض التفريط في وليد ازارو اللي انت وصفته. ما هو لو كان المساله كده بقى، اذا كنا وصلنا على مستوى ان ما جيبش متولي عشان حسام عايزه، طب لاعب ازارو ليه؟ اللي كان حسام ابنه. صحيح، هو منتجه، ده منتج حسام البدري. عشان كده يا جماعه ارجو ارجو بجد في مناقشاتنا للامور، ونسيب الراجل بقى يشتغل، مالناش دعوه بيه. بالظبط، الراجل عنده تجربته ربنا يوفقه فيها، لانه انا زي ما قلت لكم، هو حتى للجمهور، والله الجمهور البسيط العادي، لا انت هو في مدرب بيمشي النادي الاهلي عشان نقعد في البيت؟ ليس يعني دفاعنا هجوما. مالناش شان بالكابتن حسام بدري بيفكر ازاي او عمل ايه. خلاص، لكن اي واحد فيهم هو اللي بينتقد هذا، تقعد في البيت ولا يجي لك شغل تشتغله؟ خصوصا ان حسام البدري لم يظهر منه اي هجوم على النادي الاهلي خالص، او كلام سلبي على النادي الاهلي. صحيح، لو تفوى بحاجه هنناقشها ونقطع يا جماعه. فلو بقى الصفحه دي، خلينا نشوف. يا استاذ ابراهيم، انا كل اللي بتكلمه، انا ليه مع التهدئه وليه مع الصلح وليه مع ان احنا نقفل الملفات ونبتدي كل واحد ينشغل بنفسه ويبقى منافسه قويه؟ ليه مع كل ده؟ لان حاله البهجه اللي شفتها في كاس العالم تشعرني بالغيره. الناس دي بتلعب كوره عشان تتمتع. الجماهير، ودي حاجه جديده، ما حدش يقول اصل ده سلوك حضاري. لا، دي حاجه جديده خاصه بهذا، لان كان في بطوله اوروبا كان في الجماهير الروسيه والجماهير الانجليزيه والمش عارف ايه، كان ضرب نار في الشوارع. ايوه، لما كل ده يتلاشى وبعدين نشوف حاله البهجه اللي صدرتها لنا والمتعه، وعشان كده قدرنا نشوف مفاجآت من غير أزمات. وشفنا قوة جديدة بتطلع، وشفنا نجوم. النجم بقى هو الأداء الجماعي مش الفردي. كل ده يدعونا ان احنا نغير، وعايزين، ايوه عايزين من ده، عايزين المناخ ده، عايزين هو ده المناخ ده، لان ده من غير حتى برامج، من غير حاجة، لو قدرنا نستورد هذا المناخ ونلعب كرة جميلة نستمتع بيها، والجماهير تبطل تغيظ في بعضها والتراشق ده، والاعلام يساعدها من فضلكم. ايوه، هي دي الكره في مصر تتطور يا ابراهيم. الاعلام لازم يقوم بدوره، ان هو اللي يقود الراي العام مش ينقاد حسب الراي العام. الحقيقه اللي انا شايفه في كثير من الحالات بتبدا من الاعلام. الاعلام بيبقى شايف الجمهور عايز ايه ويمشي في ركابه، مش عايز ده ساعات يوجهه في المشكله. انما حقيقه الامر يعني هو يبقى في دور مسؤول. هو احنا بنقود الناس. هو الجمهور عايز المقاله دي؟ لا طبعا. يعني ازاي نرسخ عند الناس فكره المكايده، فكره المعايره، فكره ان في حد مشي، فكره المؤامره، ترسيخ مفاهيم المؤامره عند الناس، وده مش موجود. امتى ممكن نرتقي بالفكر الاحترافي بتاعنا؟ امتى نقول انه فلان الفلاني اللي مشي من النادي العلاني ده راجل محترف ولازما احافظ على فرص عمله الاحترافيه بما لا يضير بالكيانات الاخرى؟ هو ما مشيش هرب منك طبعا، هو ما مشيش في وسط موسم. هو ما تخليش على حسام البدري، انا بتكلم على عامه اللعيب اللي عايز يمشي. هو طلب مبلغ ممكن ابقى انا متضايق منه انه طلبه، ما كانش العشم، لكنه احترف. لكن اذا جاله هيفكر. في ناس دي اللي بنقول لها بقى ونحطها فوق دماغنا، تقول لك لا، ولا كنوز الدنيا ما سيبش الاهلي، خلاص ده اللي اتحط على الدماغ. لكن التاني ما يستحقش لا الهجوم ولا انه يتعامل المعامله، ده هيبقى النمط اللي هو احترافي، الغالبيه هتفكر كده. لكن اللي بيشتري الاهلي ده بقى اللي احنا بنحبه قوي، يخش قلبنا، واللي بنحطه في خانه لوحده ونبتدي نقول ده رمز وايقونه ويستحق ان انت تضحي له وتدي له، ويستحق انك تديله اللي تقدر عليه. ويستحق انك انت تفكر فيه بعدين. أيوة، اذا تحتفظ بيه تأتمنه على مستقبلك. ودول مش هيبقوا في ضمن الاغلبيه. دول هيبقوا صفوه. لكن اللي ما عملش كده مش مجرم. لكن مش بتاعنا. ده محترف بقى.
ده راجل بيفكر احترافي ما عملش جريمة الحقيقة. الا اللي يسيبك في النص ويهرب ويمشي. واخد بالك؟ او تبقى يخل بالتزاماته او يتوهك ما يقولكش الحقيقة. لا انما الواضح خلاص. انا طب انا مش عايز لعيب. هو انا هعمل زي غير الكتب. انا مش عايز لعيب. ما يروح الحتة اللي تعجبه. مثلا. مش عايزه. خلاص هيعمل ايه؟ يعني هو هيعمل ايه؟ لعيب انا بقول له شوف مصلحتك. والله لازم نوصل لهذه الدرجة ان لو قال لي عايز اروح الزمالك اقول له اتفضل بس هات لي المقابل. أيوة. والزمالك نفس الشيء عايز اروح. خلينا محترفين قوي لدرجة ان احنا ما تبقاش خايفين من خطوات منطقية في العالم كله. في العالم كله. انما اللعب على النعرات ونربطها بكبريائنا ونربطها بالخبطات والصفقات كلها ملاعيب بقت خدت أهمية أكتر من البطولة. يعني موسم الانتقالات ده وصل إلى مرحلة إنه بيكلموك على لعيب ما يعرفوش عنه حاجة يقول لك فشل كذا فشل كذا. أنا هناقشك في ملف التعاقدات والصفقات تحديدا قبل ما تخلص الحلقة. محتاج طيب. مراجعة يعني مهمة يعني جدا. بس توعدني قبل ما تخلص طبعا الحلقة. محتاج مراجعة مهمة جدا. الصديق العزيز الكابتن إسلام الشاطر هو راجل لعيب دولي واحد من اللعيبة المميزين جدا في الكرة الأهلوية وكان له بصمة في الجيل الذهبي. كان له رأي قبل كده قاله عن كارتيرون انه عن قصدي كوليبالي انه في معلومات انه بقاله فترة ما بيلعبش ما هوش سليم ما هوش الصفقة اللي الأهلي كان محتاجها. وقال إسلام فيها أكتر من رأي. وطبعا واحد بيقول رأي ربما يكون رأي بناء على معلومات الى ان يثبت العكس من طبعا خلال لعب كوليبالي. يعني هيتطوع يجيبها كده بالظبط لغايه لما يثبت ايه موقف كوليبالي. كوليبالي في المباراه الاولى اللي شارك فيها قدام تاون شيب في برج العرب ظهر بمستوى واعد جدا، ظهر بشكل مطمئن للجمهور. الناس كلها قالت دي النوعيه اللي الاهلي كان محتاجها كسير. يا رب ده يبقى مش ماتش وعد بس باذن الله ده يكون المستوى اللي يستمر عليه هذا المدافع المالي اللي بيمثل اضافه لدفاع النادي الاهلي، إضافة إلى درجة أنه الكابتن إسلام الشاطر شايف أنه كارتيرون صدم الأهلي لما طالب برحيل أحمد علاء لأنه تعاقد مع كوليبالي. نشوف إسلام الشاطر. كارتيرون يصدم الأهلي ويطلب رحيل مدافع الفريق الجديد. يعني هو الفرنسي باتريس كارتيرون شايف أن أحمد علاء لسه كان محتاج ان هو يروح او ان هو لعيب كويس وكل حاجه والنادي الاهلي سيستفيد منه خلال الفتره الجايه ولسه صغير. هو من وجهه نظر كارتيرون كده ان هذا اللاعب هو لسه لاعب صغير محتاج ياخد خبره خلال الايام القادمه او خلال الفترات القادمه خصوصا الخبره الافريقيه. ولذلك تم استخدام سليف كوليبالي وقيده في القائمه الافريقيه على حساب احمد علاء، لان لو احمد علاء كان راجل مقتنع بيه ما كانش جاب سليف ولا كان ايده في القائمه الافريقيه. وبالتالي احمد علاء من الممكن ان يذهب الى اعاره لمده موسم ثم يعود مره اخرى للنادي الاهلي. طيب ده بالنسبه لاحمد علاء وكوليبالي. لا بس عايزين نتوفر. اتفضل. هو قال حاجه منطقيه بس عايزين نعدل فيها شيء. قال لو هو مقتنع باحمد علاء ما كانش جاب كوليبالي. بس ما تنساش ان في فرق كبير جدا في الخبره وفي السن، وان الراجل ده جاب واحد هو مرنه في المنتخب، مرنه مع مالي ومع مازيمبي وخده معاه وخد معاه تاني العالم وفي كل حتة بياخدوا معاه. إذن هو جايب واحد يتحمل مسؤوليته وعارفه خلاص. بالنسبة لأحمد علاء ده لعيب صاعد ناشئ ما عندوش تجربة إفريقية، ممكن يفاجئك إنه يبقى رائع جدا. وممكن لو حصل حاجة يقولك هو أنت إزاي ما جبتش حد عنده تجربة إفريقية. فالمسائل تملي حساباتها بتبقى عند المديرين الفنيين. ولذلك احنا بنقول هو كل مدير فني مسؤول عن اختياراته وعن قناعاته. فمش بالضرورة ان هو لعدم قناعته باحمد علاء هو جاب سليم. لا هو جابه في كل الاحوال لانه الراجل ده عنده خبرة افريقية مش هيضيع الوقت، هيجي في اداء معين حافظ
هو مش مرنه يبقى حافظ طريقه اللعب اللي هيطلبها منه. صح ولا غلط؟ صحيح. النهارده كابتن ايهاب جلال راح اهلي طرابلس. ايوه. طيب طلب مين؟ طلب احمد الشيخ. طلب احمد الشيخ ليه؟ عارفه وعارف هيعمل معاه ايه مفتحه. عشان ياخد منه ايه؟ مفتاحه معاه. يعني عارف هو هيلعب بطريقه شايف ان احمد الشيخ هيديله في الطريقه دي. مش معناها باستمرار انك انت لما تجيب لعيب انك يعني لعدم قناعه بلعيب تاني. لا. اضافه. انت عايز حاجه وشايف حاجه وهو ده دلوقتي دي ممكن يدهاني. طب احمد علاء قال لك في الماركاتو الصيفي. ونشوف. على مهلنا بقى لاعب واعد ايه وجه ان انا اهاجم صفقه زي دي كل مصر اشادت بيها وهو لاعب واعد. طيب ما انا مش جايب لعيب منتخب مصر. الكلام ده يتقال لو انا جايب لعيب منتخب مصر وبقوله يطلع اعاره فاقول له ازاي يا عم ده منتخب مصر. انت مش مقتنع بيه. صحيح. الدوري هيبدا امتى؟ الدوري هيبدا امتى يا باشمهندس؟ 2 أغسطس. 2 أغسطس. يعني لسه ما بدأش. يعني الموسم المحلي لسه ما جاش. بس شوفوا فن صناعة الأزمات. طب حد كتب حاجة على الزمالك؟ شوفوا فكرة شوفوا فكرة تصدير المشاكل أو خلق المشاكل بدري للهلال. الدوري لسه ما بدأش. الموسم لسه ما حدش لعب. ومع هذا تلاقي جورنان زي المصري اليوم، مروان محسن خارج حسابات كارتيرون في الموسم الجديد. شوفوا يعني بصوا بقول لكم الدوري لسه ما بدأش. مروان محسن مهاجم منتخب مصر الأساسي في كأس العالم، شارك في المباريات التجريبية الفترة اللي فاتت. الكارتيرون عنده اعتماد عليه في الصراع أو في الماراثون الأفريقي المهم جدا، واخده معاه في بتسوانا وكان في قائمة الفريق في مباراة برج العرب. ومع هذا لما يطلع تقرير زي ده ان هو مروان بره حسابات الراجل ويقول التقرير ابدا الفرنسي كارتيرون المدير الفني عدم قناعته بقدرات وامكانات مروان محسن راس الحربه ليكون اللاعب رقم 2 في مركزه بعد وليد ازارو. طب هو لما يبقى رقم 2 ده كده بره الحسابات؟ مين بيعرف يعني هو هل المطلوب الحسابات يبقى فيها واحد بس؟ طب لا وليد ازارو بيتكلم على مروان محسن. اوكي. يعني لما يبقى الكلام على انه اصبح رقم 2 بعد ده هو شوف وليد ازارو هو ابتدى ازاي. ثم علمت المصري اليوم ان المدير الفني حدد ترتيب المهاجمين كالتالي: وليد ازارو ثم صلاح محسن واخيرا مروان محسن. ده غير السطر اللي قبليه. ده عكس ده. يعني في السطر الاولاني كان رقم 2 يبقى مشكله مروان بس في وليد ازارو، ثم في السطر اللي بعديها لا ده انتقل بقى رقم 3. طيب وطلب كمان سرعة مع رأس حربة جديد. يعني الراجل عنده 3 مهاجمين محتار يرتبهم. في السطر الأولاني كان ترتيب مروان رقم 2، في السطر الثالث بقى ترتيب مروان رقم 3، وإن عنده 3 مهاجمين. شوف طريقة كتابة الخبر. عنده حيرة في الترتيب بينهم. هو ده المصري اليوم العظيم. واخد بالك؟ شوف طريقة كتابة الخبر يا أستاذ إبراهيم بقيته. طلب رأس حربة جديد بعد أن تعثرت لجنة الكرة في التعاقد مع رأس حربة في الميركاتو، مع ان لجنة الكرة لم تسعى الى رأس حربة الا في حالة واحدة بس. حالة لو كان وليد ازارو طلع. لو كان وليد وكنا بندور ساعتها. أيوه. على رأس حربة. بالظبط. وبعدين انت هنا يا كاتب الخبر مش واخد بالك انك قلت 1 2 3؟ وكاتب ان دي عاملة مشكلة. وبعدين كتب في السطر الاولاني انه رقم 2، في السطر الثالث انه رقم 3، وفي السطر الرابع ما فيش حد وعايزين حد جديد. حد جديد. وبعدين ايه؟ طب ما انت لو انت قلت ده رقم 2 هتقول عدم اقتناع كارتيرون بصلاح محسن. هتلاقي لها لو عايز تدربك الدنيا مش هتغلب. لكن هتقولي في كل بقى غير النادي الاهلي في كل الصفقات اللي تمت دي حد اتكلم على اي نادي بقناعاته ايه ولا
ترتيب المهاجمين عنده ازاي، ولا اللي جاي ده جاي يصفي حسابات مع مين. اشمعنى الاهلي اللي على طول نوايا سيئه، والاهلي اللي عنده مشاكل، والاهلي يعني ولكن رب العرش نجاني. انا هكتب كده جمله، ها، ولكن رب العرش نجاني. مفيش عارف اللي بتتكتب على اللواري دي لازم تتكتب على اتوبيس النادي الاهلي، على اتوبيس النادي الاهلي. طب ما هتعمل ايه؟ ودي في طريقه بدايه موسم بالمنظر ده، بدايه موسم ده انت بتلعب افريقيا. بيقول لك الخبر ده وانت رايح تلعب افريقيا. طيب ايه حكايه الصفقات بقى؟ هل الاهلي قفل الميركاتو لغايه كده، ولا بيفكر في ايه؟ كيف يدار ملف الصفقات في الاهلي بعد هذا الفاصل الاخير؟ اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي بخيل، مش عايز يجيب صفقات. كل الناس جابت، كل الناس دعمت، الاهلي قافل الخزنه، مش عايز يطلع فلوس، وبخيل ومش عايز يصرف. بس كمان هو نفسه الاهلي اللي الاهرام او المسا خوفا من غضب النجوم، الاهلي يفتح خزائنه للكبار، وانه معلول طلب 12 مليون قبل التجديد. وقالت الشروق انه كارتيرون يرفض رحيل معلول عن الاهلي. الاهرام المسائي قالت الاهلي ناوي على الغزال. عمرو جمال يقترب من الرحيل الثالث او من لقب الراحل الثالث، والمهاجم يتطلع لفسخ عقده بالتراضي. والاهرام المسائي قالت مفاوضات مع عبد المقصود اللي اقتحم المشهد فجاه. ده اللاعب المصري الاصل للقطر الجنسيه، احمد عبد المقصود لاعب الريان القطر. الاخبار قالت الاهلي يطلب وساطه فتحي لحسب صفقه عبد المقصود، يعني مطلوب قوي. رجعت الاهرام قالت استبعاد التعاقد مع عبد المقصود، وانا مش عارف ايه المقصود. اليوم السابع قالت الاهلي ينهي الثلاث ازمات قبل رحله بوتسوانا، الخروج من مطب ترضيه 4 لاعبين بقياده احمد فتحي، منع رحيل ناصر ماهر بعد ازمه القيد الافريقي، واقناع ازارو باغلاق ملف الاحتراف، وتجميعه كده لموقف اللعيبه. ايه المقصود من عبد المقصود يا باشمهندس؟ لا، المقصود ده اترشح من عده اشهر، ومش هو بس، يعني يمكن كمان قبليه بشهرين ثلاثه اترشح اكتر من لاعب بيلعب في قطر مصري الاصل، وكلهم فري ترانسفير وعايزين يرجعوا. اللي بالمنصوره اصله، واللي مش عارف منين، كذا لاعب يعني، وكلهم في يا اما 4 لعيبه هم، منهم عبد المقصود، يا في مركز الستوبر يا في مركز مدافع الوسط. بالمتابعه انت هتجيب لعيب افري ترانسفير وكل حاجه خلاص، بس لما تيجي تجيبه لازم تعرف ان عنده فرص على اللعيبه اللي عندك، او انه في سنه يخليك تستنى عليه سنه قبل ما ينضج، او سنتين. عبد المقصود سنه مش كده، والكلام ان هو خد في مرحله ما افضل لاعب خط وسط، ودي ثابته، لكن كمان المعلومات اللي عنده لازم تبقى مع الجهاز الفني بالسيديهات بالكلام ده، ان هو هيجي عشق، يعني انت كولوبالي جه عشق كده، هو ده جاي عشق، يدخل في الترس على طول، لان سنه مش صغير. ايوه، ده مش للمستقبل. مستقبل هو لعيب كويس، لعيب كويس، بس كويس احسن من مين عندك؟ ايوه. وطريقته في اللعب، طريقته في اللعب هتناسب هنا ولا الدوري القطري؟ الدوري القطري له خصوصيه، ان مفيش جماهير، مفيش ضغوط، مفيش حاجه، انت عندك هنا مسؤوليات، انك انت اللاعب لازم يؤدي، ولازم يؤدي بشكل جماعي، ولازم يؤدي بشكل خططي، يكون عنده المهارات اللي تخليه يتفوق على اللي عندك. ولو جبته هيبتدي يقول لك ما مصير ناصر ماهر، ما هتعمل ايه في ناصر ماهر ومصير احمد حمدي وانت عندك السليه ومصير اكرم توفيق، فلازم يكون متفوق قوي عن دول. انا لن اصادر على راي الجهاز الفني، لكن فكره ان الجمهور مره واحده
تبص تلاقيه اتحول الى حاله واللي يقول لك فشل وازاي وما تعرفش ازاي ما تعرفوش تتعاقدوا مع الراجل جاي عشان اطمنهم ما عندوش مشكله لو الاهلي عايزه بكره هيبقى موجود بكره في النادي الاهلي. المحك والفيصل فين هنا؟ راي الجهاز الفني في مدى احتياج الفريق وصفاته منه الان ومستقبلا. يعني يا جماعه لو تأيد يبقى انطبقت عليه الشرطين دول، لو ما تأيدش تزعلوا عليه ليه؟ اذا كان الجهاز الفني مش شايف النقطتين دول ينطبقوا عليه. هتجيبوها بقى قضيه ومشكله ونقحم جمهور الاهلي فيها ليه؟ هذه صناعه اعلاميه، مشكله بصناعه اعلاميه، نبتدي نكبر نكبر نكبر، نرجع تاني رامون دياز. ما هو ليه اعتبروا الناس جمهور الاهلي كان في حاله صدمه ان كاميرون دياز مش جاي النادي الاهلي؟ ليه؟ لان قبليها المنقذ 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 الاوحد الاوحد وجد الله والعالمي لا. فتصورت ان الدنيا انهارت لما ما جاش، مع ان في الوقت ده كان قناعة خلاص من اللجنة ان مش هو ده اللي هيجي. فعايزين نفكر ان في ناس يا اخوانا مسؤولة والله، ولاعيبة تقيلة ولاعيبة لعبت كورة وحجمهم طيب. كبير وحريصين قوي انهم ينجحوا، حريصين قوي انهم ينجحوا. واهلاوي يعني مش هو ده اللي انتوا مش متخيل يعني مش يعني. ممكن وانت قاعد على الكيبورد بتاعك هتبقى حريص وشايف واكثر انك بتفهم الكوره احسن من الكباتن الكبار دول. من حقك بتحب الاهلي اكتر من الكباتن دول، عندك معلومات ودرايه، بس ما تدرجهمش من دي. انت من حقك تكون بتحب الاهلي وبتفهم وعندك ثقافه، لكن ما تجردهمش من حته انهم يقدروا يختاروا وانهم مسؤولين، خاصه لاعب ما فيهوش صراع عليه، لاعب انتقال حر. فين المشكله هنا؟ طيب انت ما جاوبتنيش، ليه الاهلي بخيل وما جابش حد؟ لا ما هو طب انت لما تشوف اللعيبه المطلوب اعارتهم دلوقتي مين؟ ده انت عندك لعيبه بحجم حمودي او هذا يتردد، الاعلام هو رشح هؤلاء يعني احمد الشيخ، عمرو بركات، وحطوا معاهم دلوقتي احمد علاء، حطيتوا اربع خمس نجوم كبار جدا انهم مرشحين. يعني معنى كده ايه؟ ان الفريق مش قادر يستوعب مزيد من نجوم، فانت عشان تجيب لعيب لازم تجيب لعيب محتاجه قوي ويلعب دلوقتي على طول وعلى حساب حد من دول، او لعيب صغير في السن زي بقى ما هقول لك الاسماء دي، يعني يوسف الجبال اللي بيقولوا عليه لعيب جاي لنا من نادي الشمس، ما هو ليه 97، لازم يلعب السنه دي قدام عينينا عشان نشوف هيعمل ايه. بقى لنا 3 سنين النادي بيحاول يجيبه، خلصناه السنه دي، جيب 50,000 ولو هيتأيد درجه اولى هندفع 1,000,000 في مركز صانع الالعاب هنشوفه. طيب هو انت في الماركاتو الشتو اللي جبت مين؟ جبت مين؟ جبت علي لطفي الجون، جبت صلاح محسن، ها؟ ومحمد شريف، وجبت محمد شريف، وجبت الجزار، وجبت الجزار، وجبت فخري، وجبت يعني في الماركاتو الشتو اللي فات، وبرضه كان في كلام ليه وعشان ايه وبتاع. ادي شريف شكله ماشي كويس، الجزار شفناه وواعد جدا. يعني ما نسيب الجهاز الفني هو يعني ده الطبيعي، اشمعنى الاهلي بس هو اللي عماله لعيبته تتقيم كده؟ مين اللي ماشي ومين اللي جاي ومين مش ده؟ في ناس ثابت بال 20 لاعب وجابت 30 لاعب يا سيدي، كل نادي حر ومحدش يتكلم، كل نادي حر. بس انا مستغرب على الاعلام اللي مش شايف غير ان الاهلي فيه مشاكل فيه مشاكل فيه مشاكل، او بيخلقوا له مشاكل بيخلقوا له مشاكل بيخلقوا له مشاكل. هنا نقول لجمهورنا ايه؟ جمهوره ده حماه، ما تنزلقش في الفخ ده بقى، ثق عندك، خلي ثق في 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 المسؤولين اللي عندك اللي هم عندهم قمم الكوره المصريه، عندهم خبرات وحريصين جدا انهم ينجحوا. يعني ما تفهمنيش ان الخطيب مش واخدها بجد، ما تفهمنيش ان كابتن زيزو مش، ما تفهمنيش ان كابتن علاء كل، ما تفهمنيش ان الكارتيرون مش عايز ينجح،
ما تفهمنيش انه جاي يعند مع واحد كان موجود قبليه. ما تفهمنيش ان هيبقى عنده واحد يستفيد بيه فري ترانسفير ومش هيجري يجيبه. ما تفهمنيش دي. لازم نناقش الامور بعقل. انت جايب مجموعه من الصفقات يا استاذ ابراهيم قلنا عشان تبقى مستقبليه عشان ما تبقاش عبء على القائمه اللي مره واحده من 30 بقت 25. دي النقطه المهمه بقى اللي الناس لازم تاخد بالها. انتوا مبدئيا ايه رايكم في اللي موجود في الاهلي؟ لانه جمهور عايز الاهلي يتمسك باللعيبه اللي موجوده عنده. ناس تبعت لي كتير جدا اوعى الاهلي يفرط في حمودي في الشيخ. انا اقول لك طيب كويس الاهلي اوعى يفرط في دول بس لازم تجيب لعيبه. بس لازم تجيب لعيبه وفي النهايه القائمه 25. ده بيحضرني واقعه الناس بتحكيها بيقول لك ايام ما الكابتن الجندي الله يرحمه كان ماسك منتخب مصر ومعاه الجيل بتاع السبعينات التقيل قوي كل النجوم التقال قوي وكابتن لطيف رحمه الله على الجميع رايحين يلعبوا ماتش في افريقيا والجندي محتار يختار مين ولا مين. منتخب بقى فيه الخطيب وحسن شحاته وفاروق واسامه خليل ومسعد دور عارف انت الفتره الفتره مليانه تقيله قوي والجندي الله يرحمه مش عارف يختار او محرج يعلن التشكيل فالناس تزعل. فقعد لغايه قبل ما يتحركوا على الملعب فمحمد لطيف بخف الدم جه قال له فين الاسماء اللي انت عايز تقولها؟ قال له اهي. راح دخل على الفرقه قال لهم بصوا يا جماعه انا جاي حالا من الاتحاد الاوغندي كنت بحاول اقنعهم نلعب 15 ما رضيوش صمموا على ال 11 دول اللي هم فلان وفلان وطلع كلام مقنع وطلع الجندي من المطب. ما هو ده كلام اللي هو ايه؟ انت عايز كل اللعيبه دي ومش عايز حد يمشي وفي النهايه مش هتسجل الا 25 لاعب ازاي؟ وبعدين انت اصل وفي نقطه مضافه عندك قائمه افريقيه يعني انت ازاي هتمشي على قوامها مش هتقدر تمشي كتير من العناصر الافريقيه اللي موجوده والا يحصل خلل. انت عندك دلوقتي بتقول لازم تسجل فلان وفلان فقط. ما انت عندك اتنين طب هجيب الصفقات دي احطها فين؟ فاهمني؟ انت هتنتظر بقى اذا كنت هتلاقي حاجه جامده جدا ولذلك ايوه كابتن محمد بيقول لك ايه لحد يوم 2 اغسطس لحد 30 يوليو شغالين احنا شغالين لو لقى حاجه جامده قوي تتحط النهارده وتشتغل النهارده هيجيبها. لو ما لقاش هيبقى الفكر للخمسه بتوع شهر يناير اللي هيضافوا. دي الفتره المهمه بقى. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو الناس لازم تفهم دي كويس قوي. هو ليه الاهلي في اضيق الحدود بيدعم؟ لانه بطل كسبان. ما انت ما تفهمنيش ان انت لما تكسب الدوري بالشكل اللي فات وبالاداء اللي كل الجماهير كانت بتتغنى بيه وتوصل فاينل افريقيا وتخسر بفعل فاعل بتحكيم البطوله الافريقيه انك عايز تغير جلد الفريق بالكامل. كده تبقى كارثه ان كل سنه هتضطر تغير الفريق. ايوه لكن انت بتغير لو كنت بس عندي اتنين تلاتة في المراكز دي احسن من اللي موجود عندي هيبقى موقفي اسهل. فبتشتغل بالمنطق ده. انت بتشتغل بمنطق الدعم مش التغيير. اللي الجمهور عايزه انه بينزعج وده حقه وانا منهم على فكره. اوعى تقول ان انا مش مخضوض من الصفقات والتغيير اللي بيحصل حواليا. لا بقى راجل بدعي. لكن مش معنى كده ان انا لابد ان انساق في تغيير غير مبرر. لان انت لما تيجي تشوف في الفيرود عندي ازارو مروان محسن صلاح محسن عمرو جمال لو عايز يعني اضيف الرابع ثم احمد ريان اللي اترفض احترافه على فكره جاله عقد احتراف في الجزائر اعاره والاهلي رفض. اذا عينه انه يبقى موجود. طيب الاهلي عينه انه ده يبقى موجود والاهلي حقق اللي هو عايزه. هل مهاجم مهم في تاريخ نادي الزمالك وهدافه شاف الاهلي حقق اللي عايزه من الصفقات ولا لا؟ راي مهم لكابتن عبد الحليم علي في دي ام سي نسمعه. الاهلي محتاج مين؟
ولا الاهلي كده جاب صفقات مرضيه، ولا الاهلي لو حصل له اي دروب في اي وقت جمهور النادي الاهلي وجماهير الاهلي ما بتعرفش في الحاجات ديت يعني ان هي تسامح بسهوله، هيجي ويحاسب على طول بعد 3 4 ماتشات يقول لك انت فين الصفقات اللي انت جبتها، انت جبت لي صفقتين ثلاثه وتقول لي هم دول الصفقات. لو الامور مشيت بشكل ايجابي والنادي الاهلي عدى والنادي الاهلي وصل لمبتغاه هتلاقي الناس بتتكلم بشكل تاني مختلف، دي الاداره الناجحه ودي اللي عارفه كويس اختصاصاتها ودي اللي عارفه احتياجاتها. برضو موضوع صعب وفي مغامره كبيره يا كابتن عطاء. طبيعي اللي انت حضرتك بتتكلم ده شيء، ده امر طبيعي والناس كده كده لازم هتعلق ولازم هتتكلم، لو انت نجحت خلاص هتشيد بيك، لو انت فشلت اكيد هتتكلم في الثغرات بتاعتك او انت ما اديتش بالشكل المطلوب، انما لو هتتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي الانديه الكبيره طبيعي ان انت التدعيم يبقى في هذه الحدود. فبالتالي النادي الاهلي عنده قوام اساسي. خرج منه عبد الله السعيد فبيجيب ناصر ماهر، خرج منه سرد باكين بيجيب مكانه سرد باك. انت محتاج النهارده في خط الهجوم عندك اثنين لاعيبه خرج منهم واحد او داخل مكانه على طول لعيب جديد. لا انت زي ما كابتن حماده اتكلم في صفقات النادي الاهلي، انا قلت لك الفريق الكبير والنادي الاهلي من فريق كبير، فبالتالي لما بيجي بتتكلم على الصفقات انا بقول لك في هذه الحدود. النادي الاهلي عمل كده عمل الطبيعي لانه عنده قوام اساسي وعنده فريق وبطل دوري، فبالتالي لما يجي يخش عليه مش هيغير بالكثير في التيم بتاعه. طبعا مش هفكرك بعبد الحليم علي وازاي ما جاش الاهلي، بس مبدئيا اعتقد كان تحت بيتك. ايوه في القهوه اللي تحت بيتك. صحيح، بس مبدئيا انا اعتقد انه عبد الحليم علي انصح يعني احنا رشحنا صفقات وكان الأهلي. الصفقات وكانت خلاص هتخلص، في حد اعترض جوه النادي الاهلي خلاص. صحيح، اعتقد كلام انصف فكر لجنه الكوره تطابق مع وجهه نظرنا اللي انت بتقوله. والله انا ما شفته. صحيح، لكن الراجل بيتكلم في ايه؟ ده نادي عنده قوام فريق بيدعمه مش بيغيره. ايوه نفكر كده، الصفقات يا جماعه مش بطوله، الصفقات مش جيم، مش نغيظ بعض بيها، ما اتعملتش الصفقات عشان نقعد نغيظ بعض بيها. الصفقات عملت للدعم والاحتياج، ما فيهاش لا بخل ولا كرم. وكمان انا لو كل سنه وانا اغير الفرقه مش هاخد بطوله او هاخد بطوله تبقى غريب يعني طب اغير ليه؟ يعني اذا نجحت يعني اللعيبه دي جابت الدوري وده مالي. اقول لك احسن وقت تغير فيه وانت بطل، لا لما الدنيا تبقى وحشه، فلما بتغير بتدي امل للناس والناس بتشوف ان اللي جاي ممكن يكون افضل. تغير مش تدعم، لكن وانت ماشي بتدعم. فرق بين التغيير والدعم. خاصة نتمنى بس لازم ألاقي جاي منين؟ لأن طب أنا دعمت خلاص وفرقتي شفت إن قناعاتي إن أنا كده مستكمل فرقتي خلاص؟ بس لازم أفكر إن اللي قدامي بيشتغل، هو ده النقطة. عيني على اللي قدامي. يعني لازم أبقى برضو شاعر بنوع من الترقب على ما يحدث حواليا. كل الفرق تقريبا اتغيرت، ومؤكد ان احنا هنفتح الملف الكامل لانديه الدوري الممتاز مع حدث فيها، كل الانديه دعمت بانهي شكل، قراءه في الموسم الجديد في حلقات مهمه جدا قبل بدايه الدوري ان شاء الله يا باشمهندس. باذن الله. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.